جي التليفون بالحق كي جي التليفون العباد ستانس تلي تشدو فيرتيكالمون سوف كو لو بروبليم فيو عينينا عندنا سكو نابيل ليكتور ان زيد بلو لو بلان اي هوريزونتال بلو عينينا البلاي لو كادر هو ارتح خاطر عينينا بحدا بعضنا عندنا تخوا شام فيزيون على اليمين على اليسار واللي في الوسط بيناتهم الانتراكسيون Le fait de balayer horizontalement, c'est notre ligne d'horizon innée par le Bachar Kéos. Qui clipte le winti, bâton, n'a pas le fil l'horizon, n'a pas le fil le champ à l'immune, le champ à l'issal, khalit le fil l'ost, ou j'tar haka ou j'tar haka, de manière à ce que ça s'est perverti. Yanni match, yanni ou le stain, c'est le haja, li fait attention, li yanni t'sabela fil ma'mouré. Heda kul khatr l'insin, khatr fi blast, yamel haka. شو سي دار التليفون فهمت انت كي تفرج في تاو يوليو يتفرجوا في سيري ولا ريبيتيسيون تاع سيري يعني تاو هاك في المسلسل التليفون واقف الوغ كو التلفزه عمرها ما باش تكون واقفه ولا السينما عمرها ما باش تكون واقفه ديما تلقى العرض سوف كو لا كونسوماسيون تليفونيك هي اللي بازت العرض او انا جو تروف كو مش حاجه باهيه فورسيمون هي مش حاجه باهيه خاطر بالطول عندك ما تكومبوزي ريالمون وزيد لك اليوم هما اللي يطلبوا بالطول التصوير يكون هو فيت كليرمون مشكل كليون هو شنو هو لو كانال دو ديفوزيون يعني وين باش تكسبوزيون التصوير تاعك كان في غاليري حاجه كان في يعني باش تعمل معرض ولا اكسبوزيسيون اللي هي حاجه كان باش تخدم على لي ريزو سوسيو باغ اكزومبل دون مون كا انا اسونسيلمون لاكتيفيتي تاعي c'est la publicité. Bien que mon publicité est à Wakbal, il y a ni Ashar Sinteni, qu'on a des formats classiques, les hommes rarement étaient verticaux, les formats. Les formats verticaux, le Hidin, hommes que ce qu'on appelait les sucettes ou les abribus, yani le Kiran, عرف ce qu'il est. L'affiche qui est autour ou elle que les sucettes quand fait le poteau hack juste autour et c'était pas des formats c'était des formats un peu bâtards hybrides tu vois ils mangent ils se consomment par contre les consommés les bars comme les 4x3 donc les affiches classiques 4 mètres ou 3 ou le 4x2 et demi ou l'unipole que le que les blancs avec tous les fenêtres le charbon fenêtre là ou les fenêtres les bars qui les bdeu ratio نتاعهم عريض على الاخر ومش عالي برشا donc on partait plus vers l'horizontale توا باللي ريزو سوسيو يقول لك فرد كومباني فرد تصوير لازم تدخل في كل يونيبول وتدخل في ستوري كيف ما نجموش اون كونسوم سور يعني اون بو با كونسومي دو ايماج سو لا ميم كومباني خاطر تضيع المتلقي دونك لازم فرد ايماج تقرا على حسابها من الاول او نيفو دو لا كومبوزيسيون دو بريف الكل تدخل في زوز علاش خاطر جينا الهواتف وانت ديجا باش تعمل تصويره بالطول وبالعرض في نفس الشوت صعيب على خاطر تولي سي با اون كيسيون بيدجي تولي تو دي بورس دو فوا بلوس دو ترافاي يعني اذا كان تصور السيد عندك شخص باغ اكزومبل تصور الشخص صعيب ياسر كان باش يعطيك فرد اكسبرسيون مارتين هي بيد صعيب ياسر دونك سوا باش تاخذها هي كيما هي وديتوري تحيه وتحط فون وحده اكسترا تريحه باش تولي لك يعني دوبل دو ترافاي باغ كونتخ ساعات نصوروه هو في مخي على اساس باش نصورو فيرتيكال يعني لازم الكومباني والاكسبرسيون تاعو تصور فيرتيكال يعني ما يحلش يديه برشا ما ي... ما ي... ما, ي... ما يتحلش ياسر اكسترا نلمو في كل فورما فيرتيكال ومن بعد بلو عندي دي فورما اخرين الباقي نزيد ديكور نزيد عباد نزيد في الكومبوزيسيون يعني بلو نعرض ميو سي وساعات نتلازو دون دي كونديسيون ان بو هكا بارتيكولير ما عندناش بلاصه مزروبين بالوقت اللي هو خاطر يفو سافوار جينيرالمون 90% مزروب من اللي فوالا الايميل عندك تو غوسوا ان ايميل عندك حاجتين فيه اللي هو سي ارجون اي با دو بيدجي دونك حاجتين سي ان كوبل ديما مع بعض مي ساعات في لي كونديسيون هذوك باش نعملو نصورو شخص وحده ونصوروا بعض ديكور وحده ونزيدوا لي زيليمون وحده باغ اكزومبل ينجم يكونوا جروب ينجم يكونوا اللي هو هاو كنزيدوهم نصوروهم كل واحد وحده مي نعملوا الضوء ونعملوا لي زيكسبرسيون ونعملوا لو جو الكل على اساس تخش عليهم جروب باش كي ديتوري كل واحد منهم وتركبهم بعد يضرب تخش عليهم مع بعضهم سوف كو بعديك في المانيبيلاسيون يعني لو كوتي بوزيتيف سي كو في المانيبيلاسيون تنجم تكبر تصغر تريك الامور كيما انت تحب وتعمل لا كومبوزيسيون تاعك كيما انت تحب باش تخرجها ادكوات للكومباني هذيك ولا مي سا ديبوندرا دو كانال دو ديفوزيون ديما وزاد ساعات تتفاجئ ديما تتفاجئ
خدمتنا مفاجئتهم. ما عندك انت تفاجئ انت في الخدمة داعش. عاصمة معكم قصي عيد ومرحبا بكم في برنامج باركور. برنامج يجيكم كل نهار السبت 6 بتاع العشية، كل مرة مع انفيتي من دومين مختلف باش حكينا على خدمته وعلى الباركور بتاعه. الجمعة هذه باش نحكيو على مهنة الفوتوغراف، هيك علاش بحذايا في استوديو اليوم سامي سنوسي باش نحكيو على المهنة هذه ونفهموها أكثر. عاصمة سامي ومرحبا بك في باركور. عسلامة عسلامة، ميرسي بور انفيتاسيون. باه التقديم راديوفونيك من الديفورماسيون هكا ستانست. احنا قبل كل حلقه ديما نتعرفوا على الانفيتي نتاعنا، شكون سامي سنوسي وش نقرا؟ انا سامي سنوسي 41 سنه، قريت في الدندان هنا في الحومه مش بعيد. قريت في الاستاد، دوزيام بروموسيون نتاع الاستاد، دخلت 2000 بعد تولدت انا وقت شفت بعديك دخلت مشيت كمل عملت الاستاد الباركور نتاعي، بعديك عملت بيبليسيتي اوديو فيزوال، بعديك مشيت لزاك ليكول دو سينما باش نكمل اون سبيسياليتي دون ليماج، بعديك مشيت لبلجيكا هذيك بين القرايه والخدمه، وكان بعديك 2011 روحت لتونس ديفينيتيفمون على اساس الثوره المباركه ونقولوا احنا الربيع المشرق يخدم بلاد وفهمني كيفاش كاو هنا هنا خويا نخدم في بلادنا كيما نجمو. لكن شو يعني من تخوا فك يعني تسوي ليسونس ماستر دكتوراه هكيكا؟ على ليبوك ما كانتش هكيكا، على ليبوك سيتي ان باك بلس 5 ديريكت، سان سول سيكل. كنت تقرا من بعديك كنت حاب تعمل اون اوتر سبيسياليتي في ليكول دو سينما اللي هي 3 سنين لازمك ان مينيموم دو باك بلس 2 باش نجم تدخل في ليزاك. ما كانش عندك لو سيستيم ال ام دي وهذاك الكل، وباكونت اللي حاب يعمل ماستر ولا اللي حاب يعمل دكتوراه نتاعي ولا اللي حاجه، ما انا على ليبوك ما نكذبش عليك ما كانتش الهجس نتاعي، ما كانش ديبلوم اكثر من المهنه والخدمه والغرام. الحق يعني فهمت اوكي اون ان ديبلوم باسكو جينيراسيون تاعنا سورتو لي ديبلوم مهمين، والديبلوم في لي يونيفرسيتي ايتاتيك مهمين، يفالي افوار ان ديبلوم مينيموم باش نجم نهار اخر تلقى روحك كوفير. مي انا دون ما تيت اش عندك في ديك فهمت اكثر منه شنو هو ديبلومك، خاطر يبي يفوار بوكو دو شيرشور في العالم ولا دي دكتوران ان بوبليسيتي ولا ان فوتوغرافي، هو عمره في حياته عمل كومباني دو بوب فهمت، ما يعرفش التيران هو كيفاش. دونك انا حبيت انا نحبث اكثر التيران ونحبث اكثر الاكسبيريونس ونحبث اكثر تروفي دي سوليسيون كان دي بروبليم باش نجم نتقدم. ودونك ملي انا صغير هكا كلي جو مو غريف شويه في في دي جروب، جو مو غريف في حتى كي كنا في الفاك هنا جو مو رابيل في الدندان vu que on avait pas beaucoup de moyens hein, c'était شويه فرع كان من البوزار من بعديك خرج وحده ومن بعد c'était particulier donc اللي يطيح بكتاب نتاع ديزاينر نعملوا فوتوكوبي فكامله ونقسموا. on avait beaucoup de recherche internet وقتها ما كانتش ياسر ديفلوبي téléphonait encore moins فهمت beaucoup moins يعني que maintenant donc l'information était plus compliquée à avoir accès يعني était plus compliquée d'accès mais par contre ça m'a برشا غرام يعني نعرف الجينيراسيون تاعي الكل اللي نخدم يعني نقراو مع بعضنا قرينا مع بعضنا توا الكلهم عباد فاعلين في الدومين هذا، سي دي سكون ابيل دي لوكوموتيف يعني عباد قاعده تجبد في الجينيراسيون اللي وراها، وهذاك يظهر لي بالغرام بالكومبيتونس زاده عباد خدمت يعني توا كي نقول لك انا من 2005 2000 2006 اون بارل دو كازيمون 20 سنه. Donc c'est des carrières, c'est عباد امنت بميدان اللي هو particulier out of the box شويه ماهوش كلي ميدان ياسر كلاسيك و على لا فوا خاطر ماهوش فني في ليبوك هذيك يعني اي في ليبوك هذيك يعني كانت صعيب انه ما كانش عندك معناتها توا كي تجي نشوف حتى توا معناتها 2024 و معناتها الناس الكل تعرف انه فما دي برودكسيون فما فلوس ريالمون في الدومين هذايا، لكن مازالوا فما دي بارون اللي كي تقول باش نمشي نقرا سينما باش نقرا فوتوغرافي ما يفرحش. هو راهو هو شوف هو مش كي تفرحه ولا مش فرحه، انا بيديكم باش نعمل سيكن انجينيور يعني بعد يغلب سنغينا مي هو راهو كيفاش يقولوها ثم كيما اي بارون في العالم هذايا ما يحبش الشر لولده وماذا به ولده يتعدى في احسن حاجه وفي احسن شعبه وفي احسن مستقبل يكون عنده،
وبيان ايفيدامون الدنيا قاعده تتطور. يعني شكون قال ل 2024 في 2024 ولا حتى في 2020 يعني ل 2029 تاع الجدد الكل اللي ثم خدم كيما يوتيوبر ولا كيما انفلونسور ولا كيما هذوكم اللي هما خدم جاونا جدد ينوزون امبوزي ولقاو عباد دخل في برشا فلوس. فينالمون اسكو تخدم باش دخل فلوس ولا تخدم خاطر تحب تأمن بغرامك ولا تخدم باش ما تخدمش خاطر اللي حب الخدمه نتاعو ما يخدمش في تعادي حياته كامله ي سو ديفلوب لو ميم ي سو شيرش ي سو تروف يطيح ويقوم اما يعمل كل شيء كان يخدم خاطر الحاجه اللي حبها يعمل فيها. هاو النجم نربحوا فلوس ديفيرامون, هاو النجم نعملوا حاجات اخرى اللي هما اقل دبلومات واقل قرايه واقل بريباراسيون وفي فينال نعيشوا مليح. فهمت ثم حاجات الدنيا زاد قدمت برشا ابخي يا دي فوندامونتو يعني ثم حاجات مهمين يعني اللي سي خولك انك تاخذ الشعبه ديليت اللي كيما نقولوا طب ولا انجينيوري ولا اللي هو اللي بوكو دو بارون يحب يشوف نهار اخر ولده خاطر اون اورا توس بوزوان اي توت نوتر في ايترنيلمون بوزوان دو ميدسان في الدنيا هذه اون اورا توجور بوزوان دو شيرشور د انجينيور ايتترا بور بوفوار ديفلوبي تكنولوجيا. سا سي تحصرت اكثر ولا سبيسياليزي دون لا سبيسياليتي اكثر شويه مي سو سون دي ميتيي هذوكم مهمين كيما لافوكا كيما اللي هو سو سون دي ميتيي مهمين. من بعد البعد الفني في بلدان كيما بلداننا خاطر احنا اون اي با دي ارتيست يعني اللي خرجنا منهم في الجينيراسيون تاعنا سورتو جماعه الديزاين ايترا سو نو سون با دي ارتيست سو سون دي جون كي مانيبول شويه الفن بور اريفي افون ان برودوي والا ان سي تي اتش تي خاطر انا جو مو كونسيدير كوم بوبليسيتير في لي افيش اللي نخدمهم ما نبيع في شيء اون فيت انا نحث الحريف انه يشري الماركه هذيك بتصويرة مزيانة ولا بتصويرة كونسيبت انتليجان. مي او فينال اللي نعملو فيه حاجة ماهيش ملموسة ماكش ما داويتش عبد ديريكتومون من ايتا لتا ولا ما صنعتش ماكينة ملموسة ولا حاجة. قاعد تو ديفلوب افكار و تو ديفلوب حاجة اللي عندها علاقة بالانتونسيون وبالبسيكولوجي اومين ان فاس يعني le marketing en général, la communication, etc. L'étisal مهم هكا ولا هكا خاطر باش ناخذو ديما اون كومونيك في الدنيا هذه. من بعد كذا يخلطوا عليك لي نوفيل تكنولوجي كيما الانتيليجنس ارتيفيسيال كيما هذايا اللي تهدد شويه الميدان دو جرافيك اي دو ليماج جلوبالمون دو سون اي اوتر يعني اللي عنده علاقه بالتكنولوجيا ولا يجيك شكون يقول لك تخدمها بالاي اي. لا هاو الاي اي يخدمها في بلاستيك مش تخدمها انت بالاي اي. انت عاتي جوست كمل اركش عاتي جوست فكره تو هو يخدم لك فهمت. اي هذيا سي ان اوتي سيرت ماهوش خايب اوكي مي كارو ما يتعطاش لنامبورت كي ما يتعطاش كيما نقولوا ثم مينيموم لازم عمرك 35 سنه باش تستعمل الشات جي بي تي بار اكزومبل على خاطر 35 سنه اون جينيرال عندك حتى اكسبيريونس في الحياه مش كان في الخدمه باش لازم تستعمله. اما انت جون ايتوديون مزلت ابان وما تعرفش معناتها كلمه ريشيرش حتى في جوجل تدخل شات جي بي تي تقول له اكتب لي ميموار حرقت دي زيتاب اللي مالوغوزمون مانيش قاعد نقول يعني اللي حكيت واحد قديم في مخه ولا حاجه با دي تو قاعد نقول لك اللي حرقان لي زيتاب باش يضرك نهار اخر خاطر نهار اخر انت لا كومبيتونس نتاعك اون فيت فاش تكون انتريسونت كي ثم مشكله كي ثم مشكله وقتها تجبد من البواطه اوتي نتاعك القديمه من الاكسبيريونس تاعك القديمه باش تلقى الحل. كي انت عمرك اون فيت ما تعرضت للمشكله على خاطر كل شيء يمشي بالاسيستانس ديما لقيت شكون سواء انتليجنس ارتيفيسيال سواء جات جي بي تي خام في بلاصتك سواء اكس خام في بلاصتك وانت ديما تركب على الاحداث اتسيتيرا. نهار يتبوز اون كيستيون دو فون تاع حاجه عميقه ومهمه تاع مشكله معينه لازم تلقى لها حل الماكينه سامحني في الكلمه غبيه جدا الماكينه كان ما تاليمونتيهاش ما ترجع تعطيك حتى شيء. اي دونك هذاك علاش لو سيرفو هيومان مهم ياسر انه يتعدى بسيغتين زيتاب مهم ياسر انه يتوجع ومهم ياسر انه يتعب ومهم ياسر انه يعرف قيمه الشيء اللي يخدم فيه. ومن بعديك
il faut pas oublier qu'on est que c'est un monde professionnel yani manech khouniya à vouloir كيفاش نقولوها mettre son ego sur la table mais khouniya بقاعد توري في نفسك ولا توري هنا انت ك حرفي professionnel tu es quelqu'un اللي qui doit absolument mettre le son service auprès de ses clients mais je fanin tu essaies d'influencer هذاك c'est un autre domaine هذاك ريغل امورك في المعارض و وعمل اللي تحب مي طونك عند تعطي فاتوره في الاخر طونك سي ان سيرفيس كي روندو وعنده مقاومات وعنده حاجات معينين ميم سي اون مانيبول لار ميم سي هما افكار خارجين منك وتخمام ايتترا راه يفو با اوبلي كون اي سكون ابل دي بريستاتير دو سيرفيس اون ايسي دو فير او ميو نوتر ترافاي اون ايسي دو كونسي او ميو اون ايسي دورينتي او ميو مي راه في الاخر ماكش تعمل في حاجة اللي هي فنية وفيها إيجو وفيها الغلطة غادي في ساعات في كلكو شي كلكو بيرسون يعني تهربي يمشي في باله هو فنان وليه وكلمته هذيك هي وهذيك في شراها لوكو ثما كليون تيلي وثما ماركة وثما كانال دو ديفيزيون وثما حاجات يقول لك انا ما حشتيش بالبارك كيفاش علي تيلي حشتي حشتين ثلاثة كا وخرج من مخي انا جي بوزون جوست دو 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 كومونيكا كوم سا شفت الحشتين ثلاثة صغار هذوكم عملهم مليح اتقنهم مثال سي با غراف ميم سي سي تري بو مي عملهم مليح على خاطر انت مع روحك tu as besoin d'une exigence عاليه dans ton dans ton dans ta sphère professionnelle مهم انك غزرتك روحك وغزرتك خدمتك تكون انترانزيجونت عسكري انت في مخك ما لازمكش تزرتي ما لازمكش تهرب ولازمك تكون موجود وتكون موجود في اللين الاولانيه في خدمتك انت انت تهزها الكل وانت علاش على خاطر كون tu vas réussir tu vas réussir بجهدك et quand tu vas échouer ما تقولش مش مني من شات جي بي تي لازم تقول يا خويا جاسوم ميساج نتاعي نقوم اي عبد يفشل واي عبد تصير له مشاكل ويتيح ويقوم اتسيترا مي من بعد 10 و15 و20 سنه كارير كل لي زيشيك هذوك الكل فون كو tu seras beaucoup plus fiable شفت لا فيابيليتي تاع العبد يعني النجاح تاع الشخص اللي يمشي لك شخص وانت تري فيابل قول لك انا عيني مغمضه السيد هذاك باش يعطيني تك 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 نعرف شو عندي معاه نعرف اتسيترا وهذيك من اصعب الحاجات اللي تنجم تبنيهم يعني فهمت وان شاء الله واحد يخلق يبنيها نهار في كاريرو باش حتى العباد نهار اللي يوفى توفى كاريرو الحاجه يحكيوا عليه بالباهي يخلي بونت خاص يخلي كلكو شوز دو 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 كيفاش يقولوها دو داغريابل اوبري دي جون وعلاش ليه يحل المجال من جينيراسيون اللي سويت او بروسيس اللي هو حطه في خدمته هذاك ينجموا يخدموا بها دي زين جينيراسيون اخرين يطور ان تي بو لو لا شوز اللي صنعها في الدومين اللي حبوا فهمت هذا هو واضح انا سامي ما حبيتش نقص عليه اي سامحني طولت عليك لا 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 سي تري بيان خاطر هو السوجي يعني بلوز اوموان اللي باش نحكيو فيه لكن انا نحب نرجع للنقطه انت قلت انا بريستاتير دو سيرفيس يعني مقدم خدمات لكن ما نصورش انه سامي وقت اللي يتخرج ولا حاب يمشي يقرا فوتوغرافي حاب يطلع بريستاتور دو سيرفيس سؤالي هو وقتاش وليت تحس في روحك ماكش فوتوغراف لكن بريستاتور دو سيرفيس بتعبير مجازي اي باش نقول لك حاجه تري كاريكاتورال وتري هكا سامبوليك كي تجيك اول فاتوره نتاع ستيك شفت انت انتربرونور تجيك اول فاتوره ستيك تعرف اللي لازمك تخدم صح الفن موش والبوزيسيون تاعك نتاع فنان اتسيتيرا معاش ماهيش تبيع لك حتى شيء باغ كونتخ تلويج الكليونات وتولي الكليون هذاك يدوا اتخ ساتيسفي وتولي تخدم الحاجه حتى لو كان ماكش تشيني با كومبليتمون داكور مع الفكره هذيك على خاطر لازمك تخلص كريك وتخلص ماتريالك وتخلص فاتورتك وتخلص الواحد تاعك هذيك اسمها المسؤوليه تبدا عندك شركه une entreprise صغيره بالصعب نتاعها باللي تحب انت وتكون عندك مسؤوليه نتاع شيف دونتربريز tu es obligé باش تكون un prestataire de service ما عندكش حل وهذاك دوب ما حليت شركتي انا حليتها 2008 شركتي مازلت بين يعني فريشمون ديبلومي ولا حتى مازلت يظلي ما كملتش حليتها في تونس وقتها بعديك سافرت ورجع وروحت مي وقتها المسؤوليه افيكو مانيش باش نتشرط نقبل كان الحاجات اللي عجبوني ولا في مخي انا فنان نعمل اللي نحب جاتني راهو الفاس فنان راهو كنا متفاهمين عملت معارض
des expositions à l'étranger au Tunis etc. وعملتهم الكل ليغو اللي قريب يطير في السماء يترشق ولي وانا جاي اون فيزيون عندي درجين في الدومين ومتي في بالي عندي باش نبدل العالم فهمت. سي ا سمون لا كو جو مي سوي روندو كونت كو لي فوتوغراف اللي انا نعمل بهم ونحبهم واللي نتبعهم برشا فهمت اللي انا عجبوني على بوجي دو لو كارير في طمبك السكسي نتاعهم. ما شفتش القديم الكل شفتش الباركور الكل اللي عامله. بعديك كي تفهم شويه تتعمق شويه في الباركور دو شاكان تفهم اللي ثم ملي عاش الحرب ثم بوكو دو فوتوغراف اللي عاشوا الحروبات ثم دي فوتوغراف اللي كانوا دي اسيستون بوندون دي زاني ثم دي زاني بارابور ا دوتر فوتوغراف ثم شكون الى كري توت ان توت ان توت ان تروك في مخه اللي ما امنوش بيه من الاول خاطر هكا بظهر لهم كل حاجه جديده ما عادش نشبيها بشويه بشويه بالدوام ينقب الرخام شد صحيح شد صحيح لين حسيلو لو باركور دو شاكان مي راهو سي فاسيل دو فينيغ توا كي تشوف واحد في طنبك الكارير نتاعو وهو ناجح تقول انا نحب نولي كيفو نحب نولي كيفو غادي رد بالك هذا باش تولي كيفو لازمك تعدى بالليزيتاب وهذاك اش علاش نقول لك ساعات ما تحرقش ليزيتاب خاطر كي ما تحرقش ليزيتاب تعرف اليوجع وتعرف لو سكسي والباهي مي الاهم اللي هو اليوجع بخاطر تولي تعرف شنو ما تحبش وشنو هو الحاجات اللي ما عينكش بيهم باش يصيروا لك وشنو هو الغلط اللي عملتهم باش ما عادش تعاود تعمل وان سيغتان مومون وي tu deviens un prestataire de service وقت اللي تولي مسؤول والمسؤول peut être نحكي لك على روحك ديجا peut être في كري في فاتورة ستيك في فيسك في 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 شهريه في بيان سور في كل شيء هذاك الكل هذيك اسمها المسؤوليه والمسؤوليه في كو خويا لازمك تجيب الفلوس لازم لكن ما ياثرش على الفيزيون ارتستيك نتاعك هو يعني تدخل في قالب اللي تولي تخدم ديريكت شنو يحب لك اليوم باش تجيب لك اليوم تلقى روحك في بوك اللي ما عادش فما التصويره نتاع سيمي هو شوف هو راه الحاجه هذه ما نكذبوش على روحنا مهمه ياسر خاطر علاش خاطر انت باش نهار كيما نقولوا انت انسان تحب تعمل فواياج تحب تعمل دوره حول العالم tu veux faire un tour du monde به التور دو موند نتاعك باش يتكلف لك كيما نقولوا 100000 دينار 100000 دينار اللي نحكيوا عليهم مش 100000 دينار دو شيفر دافير مش يبدا عندك 100000 دينار في البنك اكاهو لازم عندك 100000 دينار زايدين باش لازم تعمل التور دو موند وال 100000 دينار هذوكم باش يكونوا زايدين باش لازمك تعمل لازمك تلم فلوس باش دخلت انت تشوف لا فيزيون نتاعك الارتستيك نتاعك انت باش تكون ليبر يفوا افوار ان مينيموم داسيز فينانسيير و ان مينيموم دو كارير و ان مينيموم دو فيابيليتي و ان مينيموم دو باش تفرش طاقه ما تتغطى و ان مينيموم هذاك الكل باش نجم تعطي روحك الوقت خاطر انت اوبريتو تبيع في الوقت تعطي روحك في الوقت لروحك بحاجه تري بيرسونيل اللي كي ان سيغتان مومون دو تو ساتيسفير كان انت هذا انت كي باش تعمل حاجه بيرسونيل اللي كنتي معرض ولا بروجي ولا اللي هو اول كليون تاعك هو روحك كان فرحت وتفرهدت وعملت اوكي نجم ما تجيبلكش فلوس ما يهمكش اوكي مي ثم العيشه كي مارش ان باراليل ثم الدنيا قاعده تقدم زاد ما لازمكش تخلي البلاصه لغيرك ما لازمكش تخلي البلاصه الفراغ هذاك باش ما تنجمش تعاود تخدم من نهار اخر لازمك كيما لميت الفلوس تعمل التور دو موند هذاك كي عملت التور دو موند من بعد 100000 دينار لازمك زاد مخلي شويه فلوس باش كي ترجع تنجم تعاود تخدم بو روبوندير وهذاك سا سابيل لا استراتيجي دو في لا استراتيجي دو في في كو انك تكون مسؤوليتك تكون مهمه في بنيان روحك وكي تبني روحك بالكدا روحك فيها برشا حاجات فيها الفنان فيها المبدع فيها الشيف دونتربريز فيها اللي عنده كاركتير صعيب فيها الصاحب فيها اللي هو كي تخلي تخصص كل وقت لكل حاجه وكان نحكيو سبيسيالمون في الكارير نتاعك كان تخصص وقت للبيرسونيل وللبروفيسيونيل باش تلقى البروفيسيونيل هو قاعد يمول فيك دونك كوتي بروفيسيونيل لو بريستاتير دو سيرفيس هو اللي يمول فيك وهو اللي الكاربيران تاعك اللي يعطي فيك في الفلوس يعطي فيك في الخبره خاطر كي تعمل 20 بروجي ما يعجبوكش tu feras en sorte de connaître
العجلك في الدور وتعرف السيستم كيفاش يمشي وتطيح وتقوم وتتعارك مع هذاك وتفرح بهذاك وتخدم البروجي هذاك وانت ما عينكش بيه، ما تخدم على روحك تخدم على روحك. انا سمعت مره مقوله تعجبتني ياسر عند بوكسور، قالها حاجه حلوه ياسر، الى ديفيني سكون ابل ديسيبلين، ديفينيسيون تاع تاع ديسيبلين، قال لا ديسيبلين سي دو فير تو سكون ديتيست تو لي جور. دور لي تايزن ولا كلاي؟ لا يظهر لي تايزن، يظهر لي مايك تايزن. قال لك نعملوا اكثر حاجه نكروها اما كل يوم. شوف كنت دخلت تعملها الحاجه هذه تو سرا ديسيبليني، ما ثم حد شيء ينجم يغلبك. ولا ديسيبلين النظام ولا لا لا لا, لا انضباط. لفت الانضباط هو حل داير نشوفوه في البلدان اللي متقدمه. اعطيني بلاد متقدمه تو ماهيش منضبطه حتى واحده برك. نتيجه اكثر بلاد منضبطه اكثر بلاد متقدمه المانيا ايونكور حتى شيء قدام كوريا الجنوبيه وحتى شيء قدام اليابان حتى شيء قدام الصين في الانضباط نحكي على قاعده صحيحه. شفت الانضباط يطيل يطلع الشعوب. شفت جبت على المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه اللي هي تحطت كل 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 واحد كل 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 عرفت كل الديغني دي لا كلاس اللي ما يحكيوش معاه وقسموه على اثنين وامريكا وروسيا اتسيترا حتى ال89 وقت طاح المير. نحكي لك على اليابان اللي ضربته ضربت دو 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 بومب اتوميك ومن بعد ما صار الحرب العالميه الثانيه امريكا سحقتها. بلدان كي سون دي لوكوموتيف توب 3 في العالم يعني في الـ في الـ في, الـ في التقدم باش بالانضباط. وسورتو اليابان انا بو موا لو جابون سي ان بيي كو دي كونترانت في كو دي كونت كاين مشاكل بين الكوارث الطبيعيه بين المشاكل نتاع سيخ. ثم برشا ثم برشا زاد تعصب في الخدمه والانضباط ثم بوكو دو انتو دو سويسيد كبير ايت سيترا. شوف كو قدم البلاد مقدمه البلاد نهار تصير نامبورت كوا محشتها بحد لحشتها بلا بالاف ام اي لحشتها بال بالسال فلوس ايت سيترا اي سي دي لوكوموتيف سو سون دي جون لي جبدو يبدو العالم الكل المشكل يجبدو كان هم والانضباط اون جينيرال تنجم تكون بار اكزومبل ماكش دوي. نعطيك ان اوتر اكزومبل في الكوره بار اكزومبل ثم دوز اكزومبل ثم الكوارجي بلغتنا احنا مصطلح الكوارجي ثم الاتليت كريستيانو ميسي بار اكزومبل سواء كريستيانو ميسي ولا حتى اقدم شويه تو دي تو تو دي دي جون كيما رونالدينيو كيما كيما منعرفش كيما مارادونا كيما ce sont des gens qui des footballeurs في مخاخهم يعني يعني هذوكم هذوكم كي تحسبوا في ال... في, ال... في التشكيله تيب في تاريخ الكره يمكن ثم ما يعملوش اكيب اقل من 10 من الناس هكاك دي 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 سوردوي. الباقي عندهم المينيما تاع التكوير اما يزون بوزون دو بوكو 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 دو طراي انورميمون دو طراي خاطر لي جيني اللي كيما هكا اللي ان بالون روند طول الدبي يعني في كرشمو هبط يعرف يعمل حاجات اللي ما عمرها حد في العالم يلقى روحه لاخر ما يعرفش سيخت اما لاخر ما وقفش. ليكيب دو فرانس عام 98 الكلهم انضباط عالمي حاجه كبيره ياسر باش طلعوا اللي طلعوا ميم سي زيدان اللي يقولوا هو الكوارجي العظيم الجيني ايتترا مي يافي بوكو دو ديسيبلين سيتي با في ترامب تاع رونالدينيو ولا سيتي با لا ترامب تاع 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 مارادونا ولا سيتي با مي كان ياسر حاذق الحرفه نتاعو يعرف يكور دون مانيير اتليتيك. كريستيانو رونالدو بيان سور خاطر توا في جديد ايتترا مي القديم اللي وقت اللي كانت الكره نيتي با اوسي غراندمون ميدياتيزي وما كانش فيها برشا فلوس ايتترا اون في كو لي اتليت ما فيش الحد فيهم باركونت الكوارجيه في مخاخهم كوارجيه فشلوا برشا نيمار ادريانو حتى رونالدينيو حتى رونالدينيو مخه خاطر قال له اللي هو كوارجي ما حشتوش باش يكون ديسيبليني وسوفاج ومسوفج يعني يعمل اللي يحب ايتترا. شفت لا ديسيبلين اوتوماتيكمون تلزق انك تكون ناجح في الحاجه اللي تتقنها في اي حاجه. يعني نجبد لك اكزامبل تاع سيرجيو راموس باغ اكزومبل كي ان ديفونسور عظيم تري و تري زاغريسيف يعني في مخه. سوف كو شفت الاكزيجونس اللي عنده هو في التيران مع مع اصحابه وكل شيء مع روحه اكثر باش ابراهيموفيتش يكور حتى ال 41 سنه بال 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 بالقدره الاتليتيك اللي عنده هذيك كل تشقليب الواحد وكل شيء ماركه من ازين البونتويت في الدنيا وكل شيء باش تي مون اون ان غرو 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 طون باسي او ترافاي انورم سو سون دي اتليت
وليزاتليت اللي نحكيو عليهم راهو في توت لي ديسيبلين. كيفاش نجمو نعملو بروجيكسيون لهذا في دومين الفوتوغرافي؟ في الفوتوغرافي ولا في اي في اي ميدان فني؟ شوف ثم مغني فرنساوي نحبو برشا خاطر سيتي ان شانسور شانتور دو تيكست يكتب دي تيكست حلوين ياسر وهو ما عندوش صوت، صوته مش حاجه، اسمه جورج براسانس. جورج براسانس هذا من اهم المغنيين الفرنسيس. يحكي على حاجه عجبتني ياسر، قال سان تكنيك لو دون ني كون سالماني، يعني من غير التقنيه لا تكنيك اون جينيرال الحرفه الصنعه الموهبه تولي ديفو. كيفاش؟ قولوا احنا عبد صوته مزيان، عنده صوت حلو ياسر ومزيان ويسيح مليح، تعرفهم كي يقول لك صوته جبلي هكا، يبدا عبد راعي ولا اللي هو يبدا تسمع صوته شيء دوخ، يعرف يسمع هكا وكل شيء. الصوت وحده ينجم يولي ازعاج، كما يعرفش ينطق دو ري مي فا سولا سي دو صحاح. الى تكنيك تهذيب الديسيبلين فيغا كو كي يتعلم بعديك كي يعدي الفاز نتاع السولفيج الكلاسيك، يعني يقول النكتة النوتة صحيحة، بعديك يتعدى للمقامات، بعديك يتعدى للتولي لزاسبي ان بو تكنيك دو لا ميوزيك، يولي وقتها الباز هذيك متفاهمين هو موهوب يسقلها وتولي وقتها اون اوفر. اما باش بالتكنيك بالخدمه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، خاطر كان وقف على موهبته برك ما غيرك التقنيه هذيك الكل. ما نقول سي امبوسيبل مي تري رار شكون نجح هكاك. بارادوكسالمون سلاش كبير السيد اللي صوته مش حاجه، صوته هكا نستايبه كيما نقول، فهمت؟ اما عدى وقته الكل وهو يسقل في التكنيك، نهارت اللي يقول النوتة يقولها صحيح، نهارت اللي يسمع بوذنه ويعطيك مقام يعطيك صحيح. عبد الحليم حافظ اونتر اوتر بار اكزومبل اللي هو صوته مش كل قوي حاجه مغني صحيح. اما زيد عندك اشخاص كيما صباح فخري لزوز يقول لك المقام في صوته ما شاء الله، يعني فهمت هذوكم يقعدوا في الدنيا. ام كلثوم سمهين هذايا في العربي، ثم عطحنا عنا دي ديفا لطفي بوشنيغ، زيد غرسة صوته ان انسترومون، زيد غرسة يعدلوا على صوته كي يعطيهم هو النوتة بصوته يعدلوا عليه. بوغ تو دير هذاك الكل سي ان غران ترافاي، سهلة نقولوا والله المسرح كيف كيف، علاش معناتها انت عبدي بكيك؟ نحكي انا تو نجبد لك في لي دومين ارتستيك ومن بعد تنجيك اش معناتها عبدي بكيك؟ وانت في المسرح يعطيك اون ايموسيون تخلط لك وتخلط العشرين كيفك، تخلط الملايين ساعات، حاجه مش ملموسه، مش يبيع لك في فكره ولا يوريك في لون، هو قاعد يعطي فيك في ايموسيون. من اصعب الحاجات اللي نجمو نمانيبوليهم في الدنيا هذه سي كو خدم وفهم وقعد شاف العباد كيف تعيش، عمل اون اتيود ليميت سوسيولوجيك دي شوز اللي موجودين في الدنيا هذه، وهو خدم على روحه باش طور من روحه، خدم مع المرايا برشا، مشى لاهل الذكر قال لهم اسكو انا اللي قاعد نعمل فيه صحيح اتسيترا، الى دوتي، وكل يوم كل يوم يعاود كل يوم يعاود كل يوم يعاود كل يوم ليزيكزيرسيس تاع المسرح اللي عم فيهم، باش نهارت اللي ينقب لك كيما نقولوا يكريف ليكرون، يعني نهارت اللي يقف لك قدام الكاميرا ويعمل لك اون بريستاسيون توقف لك مخك كيما صار سنة يا انورمون داكتور اللي كسروا الدنيا في رمضان. موش هكاكا، موش اندون هكاكا، انورمون دو ترافاي. بالنسبه للفوتو كيفاش نعملوا البروجيكسيون هذه؟ احنا في الفوتو عندنا توا دوبي بور سورتو بور لي جون اللي بداو دخلنا بكونترانت صغير، دخلنا مشيكلة صغيرة اللي هي لي زاباري فوتو عند الاشخاص الكل. عباد كل عندهم تليفونات ايكيبي دي زاباري فوتو ويصور. دونك بالنسبه لينا حاجه تعمت برشا، وتعميم الصوره في كل عباد ليميت ما حشتهاش باش تتعمق اكثر باش تفهم،
وباش تفهم في حاجه اللي تقول لك تيابري تو تصويره تصويره يا مينيش انا عليك تزعفل انا نزل على الفلسفه يا ربي. وقتاش نفيقوا بقيمه التصوير؟ وقت حشنا بتوثيق باش نوثقوا حاجه مهمه، وقت اللي حشنا اون ايماج اللي تبيع زي ده كيف كيف. عندك انت ماركه صغيره تحب تبيع بها، وعندك ما نعرفش انا اون ايماج اللي غدوة انت في معرض ولا حاجة تحب تحكي على سوجي معين اون فورم ديكسبرسيون. هذيك صديقي وقتها لازمك تكنيك كبيرة، والتكنيك هذيك ماهيش كان اون تكنيك غولي اليماج ان طونك تيل، يعني تمانيبولي لاباري ولا تمانيبولي لوميير ولا هو، ثم اون انتروسبكسيون مع روحك، يعني حاجة داخلية مع روحك، تخمام كيفاش نجم تو بروجيت اللي عندك في مخك في التصوير هذيك. اون ايماج اللي فيجي، اون ايماج ما تتحركش، ماهيش فيديو، فيديو عندك عامل الوقت اللي هو يزيدك، اما التصوير ما عندكش عامل الوقت. اون ايماج كيفاش هي بيدها تنجم تحكي على ايموشن، كيفاش باش توري الخوف في تصويره، مش معناها عبد يمثل الخوف يعمل لك اون اكسبريسيون تخوفك، لا، نجم تصور التصوير تخوف مع جماد، نجم التصوير تفرحه مع جماد ولا حزن ولا اللي هو، ونواري بلون يا خويا نحي ولا الوان باش ما تهاكم مش اسوسي. مي هذيك ثم اون تكنيسيتي كبيره نتاع عبد كونستركسيون ديدي في مخه او دولا دو ليماج. من بعد ليماج هي بيده لازمك تعرف الماكينه اللي عندك، خاطر انت انترميدير عندك بيناتك انت والوفغ دار نتاعك الخرانيه، ثم ماكينه تفهم ماكينتك كيفاش تمشي، وتكون ماكش تاخذ تصويره بالزهر تنزل على فلسه، تكون فاعل تصويره، انت تخلقها الكل التصويره نتاعك، تخلقها بدي بارامتر، تخلقها بطريقه غزره للتصوير هذيك، كل سنتيمتر مربع في الكادر نتاعك عنده علاش، تقرا حساب الديتاي، تعطيها حقها في اي خدمه نحكيوا عليها، يعني غدوة باش تبيع صبابط، باش تعمل افيش ولا باش تعمل معرض، يا با دو بلاس للزهر، تماش، خاطر الزهر سيد لا بيغ دو طون، الواش البارازيت هذاك اللي زدته وانت حاجه ما شفتهاش ولا ما عطيتهاش قيمه ولا حاجه، هذاك تنجم تضر. كل عام هبطت افيش تاع جاتو فيها ذبانه، فيق بها حد. في كتالوج تاع مجازان كبير ياسر. فيها ذبانه، بوغ تدير، فهمت؟ لا الفوتوغراف فيق، لا الجرافيست فيق، لا الامبريمير فيق، وخرجت. فهمت شحال حبيت تقول لك؟ يعني خاطر عبيد باك ستانس وينزل وكا ودي برا برا كاش. كيما نعاود لك كيما اي ديسيبلين، كي انت عندك بروسيس انترن في مخك، تقول انا عندي بروجي فوتوغرافيك باش نصور اليوم، باش نمشي نصور حفله كونسير للتوثيق، باش نوثق كونسير، اول حاجه نعملها نمشي بكري برشا. انا عملت ديكوفرتور دو فيستيفال دو جاز كارتاج وحمامات اتسيتيرا، نمشي بكري، انا تو بيني بين روحي. راه هاو لا ديسيبلين وين تبدا، عندك خدمة ما تمشيش وقت اللي يدخلوا الناس، ولا من بعد ما يدخلوا الناس، ولا من بعد ما الفنان يبدأ، خاطر حاجتك هذيك قلت لك ما تمشيش قبل في الفيلاج تكنيك، يعني في الريبيتيسيون، خاطر مهم أنك تشوف الشخص كيفاش يتحرك، سورتو كي تبدأ ستار الدنيا مبلعة معبية ما تنجمش تسركل فاسيلمون، وانت لازمك تصور. دونك تمشي حتى كان لازم للريبيتيسيون، تشوف السيد كيفاش يتحرك، تشوف بلاص لي ميكرو، شوف الضوء كيفاه، شوف انت بلاصتك في الـ في الـ في, الـ في الوحده كيفاش باش تقف، وين باش تقف، شنو هما لي زاكس اللي باش تاخذ فيهم. يبدا الحفله، الفرق بين بار اكزومبل ان كونسير دو ميوزيك ولا حفله اون جينيرال اون ميز ان سين ولا دلا بوبليسيتي ولا اللي هو، سي كو عندك وان شوت حبيبي، خاطر السيد عنده وقت معين مش باش يعاود على خاطرك، والمهم ما يتعاودش، ما يتعاودش وان شوت. دونك اقرا حساب لو ماكسيموم دو شوز باش ما تتغدرش، باش ما يجيش قدامك ميكرو ولا كابل ولا تعرف وين تقف. اما كان لاك تصبر، لاك اللي ماكش هكا جوست عندي الامبلويور نتاعي ولا الكليون نتاعي حاجته باربع تسعار تيطال مدهم له محسوب تشيك، عرفت كي عملت ثاني مديتهم له، فهمت؟ هذاك صحيح هما تصاور وتنجم تمدهم له وينجم تخلص عليهم. واسكو مي مع روحك ما تتقلقش، اسكو الاكزيجونس تعطيتها لروحك خاطرك اخترت الميدان، ما قلتلكش انا جيت بسيف للميدان، انت اخترتو الميدان هذا،
وكي اخترت الميدان هذا يا اخي روحك ما تغيدكش تعطي حاجه اشتر البيس ولا العبد ما عندوش راي على تصاورك قول لك بو واش ما عنديش راي قول لي خايبه مثالش وقول لي باهي مثالش ما تقوليش ما عنديش راي تقولش عليك ما عندكش لا طعم لا لون لا حتى شيء هذيك خايبه ياسر هذيك خايبه للشخص خاطرو استهزأ بالحاجه صار به اللي تحب انت دونك دومين في الميزان سين في البرودكسيون باغ اكزومبل كي نخدموا احنا اون فوتو تاع بوب انا البروسيس نتاعي اني جو مامبليك افيك لي اجونس دو كوميونيكاسيون شفت بدا اجونس دو كوميونيكاسيون عندها فكره توا بحكم شويه خبره والاصدقاء توا في ولينا كازيمون صحاب افيك توت لي اجونس دو كوم تبدا عندهم فازه سهله هذاك مش مشكل اما كي تبدا حاجه ان بو بلو كومبليكي فيها ميز ان سين بارتيكولير فيها ضوء بارتيكولير يكلموني نعملوا ريونيون هاي خويا هاي الفكره اسكو فيزابل ولا ديجا مش يعمل لك فكره يقول لك اعملها لي بالسيف يا ولدي كيفاش بالسيف كيفاش باش نصور لك واحد مطايش من الهليكوبتر تي احنا بعناها كيك الكليون هاي خويا ما تسالنيش تسالش اهل الذكر اسكو فيزابل ولا مش فيزابل دونك نعملوا ريونيون الاولى نفهموا لي هي فيزابل ولا هذاك نحكي لك كي مش تمشي انت ريونيون هذاك وقت نورمالمون تفكر هذاك وقت على خدمتك مي انت سي لانفستيسمون كو تو مي بور تا ديسيبلين خاطر انت حاجتك باش ليماج تكون تفتق اي زيرو فوت دونك تعطي توت لي كونديسيون تعمل تحط في ان سورت بوكو توت لي كونديسيون سوا بارفيت دونك تمشي تحضر على الافكار تعطي رايك وتاخذ رايك اون فاليدي ان بريف ماكيت باش نصوروا هاك اوكي نهار قبل ما يجي التورناج كان عندك دي ريكومونداسيون تاك 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 تقول لهم البرودكسيون وانت ماتريالك وذا وكل شيء تشيكي ثبت فيه سي تو تي اوكي تو فا بيان تجيب الدوبل كان لزم لي كابل لي تريبيي لي تروك تو في ان سورت باش تقرا حسابك باش اوكاو ثم مشكله غادي سوغ بلاس عندك لها الحل ثبت في كل شيء كل شيء كي البروسيس تعمل نمشيو نصورو نهار التصوير تعرف بالضبط شنو تحب ما تقعدش تلوج سور بلاس ما دهدس ما تعرفش كيفاش ما تعرفش علاش جينيرالمون تفهمتو وعندك في مخك شنو اللي تحب تكون انت بيدك هذايا انا نعملها تدخل على الانترنت بينتريست جوجل اللي تحب تو تانسبير من مخك تشوف بتات كاين تكنيك بتات تنجم تو لا بروبوز لكليون خاطر الكليون بتات طلب منك حاجه وانت فينالمون ظهرت لك الحاجه هذيك سهله عاملينها ولا رابيد تعملها له تفصل وريها له التصويره نتاعو كيفاش ما تقول له اسمع عندي فكره اخرى اش قالك نعملوا هكا وبالكش يشريها الثانيه خير من الاولاني دوكو تروح على فان بعد ما خدمت هذا كله تروح ساتيسفي انت مع روحك وطون كليون ساتيسفي وسهلت الخدمه على الشعب الكل خاطر ما قدوش علاش خاطر كي تعمل هذا الكل افيك سا يا دي كونترانت افيك سا ساعات ثم مشكله ساعات الطقس خايب ساعات الموديل يولي يبكي ومعينوش طفل صغير ساعات بامبورت شنو هي لا كونترانت الكونترانت هذيك نلقاو لها حل ليها هي خاطر الباقي كل قرين حساب تخيل انت كان الباقي كل ما خليتوش حساب وتزادت هذيك فهمت روحوا تفهم فيا لا ديسيبلين ريزيد غادي التو ما حكيناش على التكنيك فوتو ناي مازلنا تفهم فيا يعني 80% من خدمتنا هكاك 80% من خدمتنا سي تو سوف لا فوتو اللي نستنجو من كلامك سامي انه فما برشا استسهال مهنه الفوتوغراف اي هو ان فيت الاستسهال يعني ينجم يكون اكثر دان كوتي كيفاش يقولوها غير مقصود حتى اكثر من هكا مش غير مقصود ثم نشوف في برشا تو برشا صغار اي سون تري دوي فريمون موهوبين مي كي نتفرج كسوا في انستغرام ولا في لي ريزو سوسيو اون جينيرال نشوف ديما فرد ستيل هما برشا غارمون شفت مصورين نحكيو في تونس اسونسيلمون عندهم ستيلهم وما يشبه لحد الستيل هذاك نتاع ظاهر كلي ان ريشيرش عملوها وحدهم برشا طون دو ترافاي باش يلقاو الضوء نتاعهم ويلقاو الستيل نتاعهم نشوف في برشا عباد شبه لبعضها
وهذاك اللي مقلقني شويه دون لو دومين ديجيتال نحكي توا هكا في المون ديجيتال. علاش؟ على خاطر نحكي على توا نحكي على كيفاش يقولوها لا بيرسوناليتي، يعني شخصيه كل مصور. ماذا بيا نشوف برشا مصورين برشا شخصيات، كل واحد وشخصيته، كل واحد وستيله، كل واحد وعالمه كيما اسمك ولقبك ولا ديان نتاعك. كل واحد عنده أديان. اوكي نتبعوا احنا العباد الكل تتبعوا والعباد الكل تحاول تجرب اتسترا، مي كي تتبع وتنجح تقدم. لكن هنا باش باش نرجع شويه اللي قلناه ملو، نجم تكون خاطر توا مازلنا في الديبي نتاع الديجيتال خلينا نقولوا في تونس، يعني يمكن القديم تتخلق هذيك. مانيش في الديبي، خلينا نكونوا متفاهمين، اوني با دون لو ديبي دو ديجيتال. انا نخدم في توا يعني نخدموا على الديجيتال تولينا بالضبط 12 سنة نخدمو فريمون على الديجيتال. يعني 12 سنة حتى طفل صغير عمره 12 سنة سافا ولا ادوليسون يعني. ما عادش في الديبي. مي باغ كونتخ ثما برشا حاجات تحلو، يعني لاكسي على الانفورماسيون و لا فاسيليتي دو الانفورماسيون افي كو تسهلت برشا امور. انا الورنينغ الوحيد اللي نحطو سي كو ما تستسهلوش الامور على خاطر ثم دي زوتي يسهلوا، على خاطر نهار اخر باش تلقى روحك انت تشبه القطيع الكل وترسيلك خاطر تستعمل اللوجيسيال هذاك ولا هذاك تشبه لذاك ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك لو اونتر غيمي بلغه التصوير لو مود اوتوماتيك. لو مود اوتوماتيك تو لي بارامتر تكيلهم الماكينه وانت اون فيت نزلت على الفلسه. شخصيتك en général pour de la photo que ce soit artistiquement ou là حتى professionnellement ما عندهاش قيمه في الحاله هذه. في الحاله هذه وقت نجي للحريف انا في بلاست ما نبيع له بريستاسيون نقول له يا خويا تنفورميك كيف تنزل على الفلس اشري ماكينه حط مود اوتوماتيك انا بقى. كنت حاب تكون مصور نحكي مانيش قاعد نقول لك لا ديسيبلين اون جينيرال عبد ما نعرفش انا ما عنده حتى علاقه بالدومين يحب مغروم جوست بالتصوير بالتليفون يصور صغار والفاكونس نتاعو اللي يمشي لها في دراوين هذاك رجل اموره بالعكس انا حاجتي بيه هذاك باش يصور اكثر. ما نحكي لك اللي اختار باش يكون مصور، اختار اي ليكسبوز سون موند للعباد، اختار تكون مهنته عينيه ومخه. الشخص هذاك لازم يكون تري 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 اكزيجون، ما تخرج تصويره من عنده الا ما مخمم فيها برشا والا ما قري لها حسابها برشا. توا ثم كارثه اخرى اللي هي لا بوست برودكسيون، كارثه عظيمه. التصويره تكون زنس تولي زنس اخر كومبليتوم اون فيت اللي موديفي ما عادش تسمى دلا فوتوغرافي وقت اسمه دو لار غرافيك. Ça, ça s'appelle du design graphique, de l'art graphique, de la discipline graphique, mais c'est pas de la photographie. La photographie, 80% de la machine. 80% de la tasswira, tu as la machine. Qui à l'époque, tu as la pellicule. Fomèche, voilà. Hatta quand je t'ai dit à Photoshop, scanner, ou amener, très. Mais tu as, juste tu as la tasswira de l'aim, n'a qu'il y a un arbet, ils se disent photographe, mouche. يصور كيما جاي اتون سلكوها حنظبطها في الباسبورت. عندك ما تزبط في الباسبورت تولي ديسيبلين اخرى وتولي حتى قيمه التصوير نتاعك تقل خاطر العوار يظهروا والعباد اللي تفهم تعرف وسورتو الحرفاء اذا كنت حاب تخدم معاه تعرف وترسيلك انت كيف كيف غيرك. ابري تو شنو الفرق بين ناخذ تصويره بانال وردها في فوتوشوب ردها حاجة كبيرة في فوتوشوب وقتها قود جرافيك. كون جرافيست غول خليك من تكون فوتوغراف وخلي الفوتو عملها بيرسونيل عملها هواية اللي كنتي ولا حاجة. أما باش تكون فوتوغراف اي تو شانج كومبليتمون لا ناتور دو تا فوتو خسارة خاطر خسرت ياسر دون لو دومين دو لا فوتو خسرت ياسر مع حتى مع روحك. اي قاعد تزيف قاعد تزيف كومبليتمون في الحقيقة. لكن زاد سامي في البيب فما نوع من المانيبيولاسيون باش نجمو نخرجو تصويره مزيانه. احنا في الببليسيتي
لازم التصويره تخرج مزيان خاطر نمدحوا في برودوي احنا قاعدين نوريو لو بون كوتي في البوب والا لو موفي كوتي دون اون بوبليسيتي تبدا سنسيبيليزاسيون بار اكزومبل نوريو حاجه تخاش ولا حاجه تفجع ولا هذيك et on dit pas que on est en train de faire une discipline photographique احنا باش نخرجوا افيش بوبليسيتير فيها سلوغان ou logo ou الشخص البيرسوناج اللي هو avec un background un fond اللي تحمل ديكور فيك هو الديكور مش بالحق ساعات بالحق ساعات ليه واحنا ماشيين دونك هذيك سي اون افيش بوبليسيتير par contre la discipline de la photo la photographie انت غدوه باش تمشي تعمل ما نعرفش انا باش تصور مشهد في بلاصه بلاصه جور لاندسكيب ولا اللي تحب يعني تمشي البلاصه تقول انت على البحر ولا حاجه تصورها انت البلاصه تكون ما نعرفش انا الطقس مش حاجه ولا ثم ديفو ثم حاجات اللي ما مش باهين في التصوير ثم فرق بين تنحي شويه ما نعرفش لا سالتي طايشه ولا حاجه هكاك فوتوشوب باش تزين التصويره ولا فرق اللي تبدل السماء وتزيد بابورات وتعمل موندو اخر وتبيعها على اساس كيما كل عام ثم كونكور كبير ثم واحد ربح كونكور فيتنامي هو ولا تايواني ولا نسيت ان غران كونكور لا 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 قبل وقت اللي كان الفوتوشوب يفالي اتخ تخيز اكسبير عمل تصوير انتع بلاسات ان كونتر بلونجي بالضبط البلاس هذاك عمل يعني هكا يعمل كل كروا في فهمت هكاك وبالضبط في الوسط ثم طيار هي معروفة تصويرة تفتق هي هكاك عملها الفازة وحب يحكي على السلام وحب يحكي على فلاينج وفاز ده طلعت طيارة زيدة بعد ما ربح الكونكور يا اون كونتر اكسبيرتيز طيحوا وارناكور ولا سيد ولا فخودور سي با دو لا فوتوغرافي سي دو لا مانيبيولاسيون ديجيتال ما معاك ريغلو مورك يا 20000 مليون ديسيبلين جديده ميد جورني وهذوكم كل توا يخلقوا لك 20000 حاجه اما كان نحكيوا على لو بروسيس نتاع انت باش تاخذ ماكينه باش نقلق حاجه بالضوء ومن بعديك دو لا بيتيت موديفيكاسيون ولا دو ليكيليبراج فوتوشوب نحيت هكا اون بيتيت ريد بوتيتر ولا زين اون جينيرال انا كي نخدم حاجه بيرسونيل منمسش منزينش الشخص خاطر انا مادام خدمته بيرسونيلمون سيكو حاجتي به هو تقول لي عندي بيوتي افيش تاع بيوتي شي ما نعرفش انا برودوي كوزميتيك ولا حاجه نقول لك وقت لكن زين اما باش نخدم حاجه بيرسونيل باش توريني يعني ما نعرفش انا حتى لي فوتوغراف دو غير زاد كرهم يصوروا مرأة تجري في الواحد يكملوا يحمروا لها ويزينوها ويضعفوها وينفخوا اللي ينفخوا ويفش اللي يفش وهكا باش تظهر مزيانة. أنا نحس في كلامك ثم شوية ميول هكا للفوتو جورناليزم. ليه الفوتو جورناليزم جو سويز أدميراتيف دي فوتوغراف دي فوتو روبورتير خاطر أنا ما نجمش أنا مانيش في تركيبتي جو نو سوي با روبورتير يعني ما نخزرش أترافير الماكينة رابيدمون. نحب نتأمل بعيني انا جو سوي بلوس ليكول الاخرى ميز ان سين انا نحب ناخذ وقتي نحب نشوف نحب نعمل نحب نبني نحب اتسيتيرا لي روبورتير سون تري رابيد فيف ديسبري يعني يغزر يغزر المشهد واللقطه بالتصوير المصور نتاعو فراكسيون سكوند تلقاها صاي تلقاها تك 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 هذيك سي ديسيبلين ابار هذيك كي القناص دايوغ ثم مصور مشهور فرنساوي اسمه أونري كارتي بريسون قال لا فوتوغرافي est un équilibre parfait entre c'est de mettre dans la ligne la même ligne de mire يعني cible هذيك la tête l'œil et le cœur مخ العين والقلب علاش المخ يخمم شنو باش يصور خاطر اول حاجه نعملوها في تصوير في الديسيبلين تاع التصوير سي تفير ان شوا اول حاجه نعملوها عندك اباري فوتو تليفون ولا اللي هو ماكينه ولا اللي تحب اش باش تصور كيسكو تو فوتوغرافي اول حاجه تعملها اتخافير الكادر اللي عندك كي ان كونترانت الكادر كادر مشكله هو علاش خاطر احنا عينينا ما فيهمش كادر زدت نعطيتني ليميت قلت لي اغزر في الليميت هذيك دونك زدتني مشكله دونك في الليميت هذيك لازمني جو في ان شوا
نختار شنو اللي باش نصور. اول حاجه نعملوها هذيك تختار بمخك لو بوركو. بعد عينك تدخل في الحكايه. عينك تدخل كيفي تغزل الاستيتيك لي ديتاي هذوكم اللي باش تعمل البروفوندور ولا ايتترا. سي تري سي تري اوبتيك كوم كوم ريلاسيون تاع ضوء داخل لوميير تدخل فيها ايتترا. ومن بعد القلب تدخل فيها ليموشن. مشهد معين قوي تحسه صعب فيه عباد ولا فيه شعباد. لاندسكيب تقول سبحان الله مقويها البلاصه هذه ولا شو الموجه معليها ولا شو التومبيت ولا اللي هي هذاك الكل. البروسيس هذاك كله لازم في كل فوتوغراف عنده حاجه هكا. كل فوتوغراف في قلبه في مخه يامن بالديسيبلين لازم الى ان اكيليبر بارفي انتر سا تيت سون اوي اي سون كور ا شاك فوا. حتى كان يخدم بوب كيف تخدم بوب لازم تضحك زي ما تخش تصوير الضحك. أنا كالعام خدمنا دي بيب يخطلوا بالضحك أشاك فوا ذكرها كنيني نيني وكأهد كل شيء. لزاكتور هما بيدهم شيخين على الرول لازم في تصويرة تخرج هذيك زاد وكي تشوفها تضحك ذكر خاطر صدفه وذيك سيد يو تخفاي سيد لديريكسون داكتور. يعني اللي فهمتوا باش تكون فوتوغراف ملزمكش تكون فوتوغراف كهو. ليه باش تكون فوتوغراف ملزمكش تكون فوتوغراف. شوف باش تكون فوتوغراف لازمك تكون تلموند حاجات اخرين كو فوتوغراف. اتر فوتوغراف سي اون بارل دو دان دومين اخويا الفني برك تو نحكيو على الدومين الفني. كون تو اي فوتوغراف اي تو اكسبوز مشيت المعرض عملت معرض تاعك عندك فكره معينه باهي شفت كي علقت تصاورك في المعرض تصاورك ما عادش نتاعك وليو الجمهور. وعلاش تحبني انا جمهور جو مو ديبلاس بور فينير فوار تي فوتو. علاش علاش ما تعرفنيش علاش تحبني انا نهز روحي ونمشي. وعلاش تحب كي نمشي وعجبتني تصويره نخلصها نشريها. علاش ما هو خاطر فما حاجه اخرى ودولا دول التصويره. خاطر التصويره نجم تشري ان كوبي من الانترنت ادخل الانترنت خرج عمل تيراج هبطها اون او ديفينيسيون برا عملها عند بريمير. مي انت لوفر دار هذيك اول حاجه الي يونيك. ثاني حاجه ثم اون ايموشن عندها لك المصور اللي حسيتها حسيتها في قلبك انت غاديك مستك وجعدتك فرحتك اللي هو ذكرتك بحاجه. وما نحكيوش على التصويره تو ديسيبلين فوتو نحكيش على اللوميير والدياف نحكي لك على حاجه اخرى اللي ماهيش موجوده. وهو انا كان عندي استاذي فرنساوي هو كان يقول لي انا هي احسن تصويره في العالم. جاوبنا لي سؤال ترى حسب رايك شنو احسن تصويره في العالم؟ انا هي ما عنديش فكره لكن نتصورها تكون متناسقه فيها كومبوزيشن مزيانه. يقول لك احسن تصويره في العالم وانا جو سوي تري داكور افيك سا اللي تنسى اللي ثم فوتوغراف خذاه. شنو هي أحسن تصويرة في العالم اللي كنت؟ اللي تنسى اللي تلقى ثم فوتوغراف خذاها. ما عندكش شمعنتها؟ شنو يجي لبالك؟ عاش قولك شمعنتها؟ شفت كي ثم تصويرة تولي عندك علاقة ديريكت انت معها. تنسى اللي ثم شكون جيب ماكينة وعمل بارامتراج وحط ريبيا واحد وكل شيء. تقولش عليها النير ذا على العالم. وعندك انغابور ديريكت معها. تولي تحس في حاجة هي تقعد تحكي لك في حاجة. شفت كنت تنسى اللي ثم شكون صورها تولي كي تكسبوزيها عندك في الدار تحس روحك انت في البلاصه انت معاها متابعتك احسن حاجه بيناتكم. هذيك احسن تصويره في الدنيا. خاطر تصور الباقي كل سو سون لي فيزيون نتاع لي فوتوغراف اللي شبوا للفيزيون تاعك هذاك على عجبتك. نجم تكون نجم تقول لي انا تصويره اكس وايغريك وزيد كل مرة نجم نجدو إن أنفينيتي. ثم دي فوتو تكنيكمون إكسخاردينير إكسيبسيونيل. أما ثم تصاور اللي ما فيهم حتى شيء دو تكنيك واللي ما فيهم حتى شيء دو لوجيك ودو براغماتيك يعني حاجة تكون فاهمها فاهمها. ثم تصاور ما تتفهمهمش تفهمهمش ويجعوك ولا يفرحوك. شفت هذا ما نجمش يكون بالزهر
نجمش يكون مصور جوست تعلم فاستين في يوتيوب ومشي يصور. ما نجمش يغير عالم المصور، ما نجمش يغير افكار، ما نجمش يحري على سوجي معين وهو ماهوش ديسيبليني وماهوش اكزيجون مع روحه وماهوش حاطط البارة عاليه في التخميم التصويري اللي عنده في مخه. يعني اللي تقوله اليوم اللي يحب يتميز في الفوتوغرافي يهز الكاميرا ويخرج يصور. بيسور ليه؟ شفت اون اوف كانك انت عندك حفله، انت تو ميوزيسيان وعندك حفله، انت بار اكزومبل مغروم، انت باش مغروم بالموسيقى جاز اكثر حاجه من احسن الساكسوفونيست في العالم. عندك جون كولترين اللي هو من اكبر الجازمان في الدنيا، ولا بعد عندك الترومبيتيست لويس أرمسترونغ، عندك مايلز ديفيس وعندك ديزي جيليسبي اتسيتيرا. الشباب هذوكم قبل ما يبدا الحفله نتاعك ثم الباز متفاهمين، انت ما سميت روحك مصور كما فما الباز ماش نحكيو عليه هذيك. باركونتر عندك حفله، الحفله هذيك باش تقدم فيها اون مانيير جديده باش تخدم عليها، ولا باش تشوف حفله اغنيه جدد اتسيتيرا. كيفاش نجم تمشي للحفله من غير ما تبرف؟ غير ما تبرف سوي وتضبط الامور مع جمال ابال جور كونترين ليكزامبل تاعك على تقول خاطر مهبول وهو فري جاز الديسيبلين تاعو بوكو د امبروفيزاسيون مي كوميم باش يسقل لا تكنيك نتاعو سي دي ميليي دور دو طرافال ميليي. ثم شكون يهز روحه مايلز ديفيس كان يهز روحه يبعد ومع وحده يتسيزول ويعزف لين يطلع المرسوم تاعو مسويع سويع، وساعات حاجته بالسيلونس بالسكوت بوندون سويع كلمه ما يقولهاش خاطر البروسيس نتاعو وقتها يستوعب كل واحد كيفاش. مي هذاك اسمه سي دو طون دو ترافاي. شفت اي مصور عنده مصوره يجرب 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 حتى لين يخلط اللي في مخه يشوفه. كان خلطت اللي في مخك تشوفه من التصويره نعاودها مش فوتوشوب مش بميد جورني مش بهذوكم الكل الفازات كل فوتوشوب بتاع ولا تحب انت بالكاميرا بالكاميرا نحكيو على مصورين. كان خلط انت اللي في مخك تشوفه تجات عديت ان بالي مهم اي لا اون بو ديفلوبي اي لي ريغل موجودين باش يتكسروا. لي ريغل موجودين باش انت ديباسيهم. انا جادور ترانسغريسي لي ريغل، نحب نكسر نحب نبدا عندي قاعده انا نخدم بها الريغل دي تيير تاع الكادراج ولا نومبر دور ولا اللي هو ونجي نكسر نحط عبد في الوسط. بار كونتر نزيدو ايموسيون ولا نزيد حبه كومبليتمون ديكادري في الكادر نحط على اليسار بكل ولا على اليمين بكل. انت بيدك تقلق برشا فيت في التصويره، اما القلق حاجتي بيه خاطر الى اكسونتي وقتها خويا كسر لي ريغل كيما تحب. اما كي تحطه على اليسار خاطر كيك ما مجيش لبالك لا حتى القيمه مش تطيح كومبليتمون. وهنا نحكيو على حاجه فنيه يعني بلوز اومون وراهو اون جينيرال هاني قلت لك اون جينيرال ما ثماش يا با دو جون كي ريوسيس في نيمبورت كيل دومين سون بوكو دو ترافاي قبل. تخسر شيء، يوتيوب موجود للكور للتيوري هاكا موجود تشوف لي زيكسبيريونس ايترا. بعد اللي عندك في ديك على خاطر ده محلاه كي تتفرج على واحد يمس في اس البلاد ولا يمس في اباري فوتو اللي صعيب توا كان باش تخدم عليه وانت تحلم وتشوف لي روندو وتشوف الواحد. شوف اللي عندك ساعه وافهم لو برينسيپ وافهم بلوزيغ برينسيپ. ما ثماش كان الماكينه ثم الضوء واللوميير هاد بحر اللوميير لا لوميير اون جينيرال اون طون كينيرجي خاطر اللوميير سي اون انتيتي انرجيتيك كي تفهمها هي كومون كيفاش تعمل كيفاش تخدم كومون تو بو لا مانيبيولي كيفاش تنجم تبدلها كيفاش تنجم تزيدها كيفاش تنجم تنقصها كيفاش تنجم تحكي عليها حكايه ولي بيرسوناج. لا لوميير دو بو دوفينيغ ان بيرسوناج حتى ساعات في فيلم في فيلم تلمون لوميير تفتق اللي تقولش عليها الفي بارتي انتيغرونت نتاع الدراما الكل هي عطيتك الدراما عطيتك البلوس كي الموسيقى بالضبط. شفت الموسيقى دون ان فيلم قضيه مهمه la lumière c'est la même chose dans l'appareil dans la photographie c'est la même chose كي تحل بحر lumière تفهم تعرف عندك شباك مش شباك lumière artificielle عندك انبوبه خفيفه عندك درشوم peu importe تتاقلم وتحكي لي الحكايه. انا في الاخر بشوف تصويره ما عرفتش كيفاش خدمت هذه
مكان تجي صحيحة أخويا جاكبوت. فهمت؟ ماهيش. وهني قلت لك أول حاجة مع روحك. إسكو أنت حاضر ديجا باش تكون إكزيجون مع روحك هكا أسو بوان. إسكو أنت حاضر باش تكون هكا جيشك قوي. إسكو أنت حاضر ولا معينكش؟ معينكش بخوي مثلا ما حبش تكسير لاعب. أنا أخويا نحب تك تك ونصور وتيك تاك ونبيع وندخل شوية فلوس وخليني هكاك. حق خويا فما حتى مشكل. باهي سامي، هو سؤالي توا هو هل هذا الكل يصير يعني قبل ما يقول انا نخدم فوتوغراف يعني يقعد يتعلم، والا في نفس الوقت يتعلم ويخدم كفوتوغراف اون باراليل؟ لا شوف، تعرف كيما شنو، كيما اللي عنده اربع خدم. شوف ثم عباد يخدموا اربع خدم في النهار باش نجموا يخرجوا باش نجموا يسنسوخت في الدنيا ويعيشوا بالكدا. الوقت الباراليل هذاك اللي تخدمه، شفت كي يجيك بروجي من يا خويا نعاود جو ريكابيو من الصفر. انت توا تخرجت الكاميرا نتاعك، شريت الكاميرا، عندك شويه ماتريال، ما عندكش كليونات. جيك كليون الاولين، الكليون الاولاني طبق عليه اللي حكينا فيه، يعني تقرا حسب كل شيء، تاخذ وقتك، تعمل لي رانديفو، تسمع منه شنو يحب شنو ما يحبش، تدخل تعمل دي ريشيرش، تعمل ليميت ستوري بورد شنو باش تخدم كليون تاعك الاول، شوي بشوي تعملهم الكل بو امبورت البيدجي نتاعك، بو امبورت خاطر انت اسمك في الحكايه وتصاورك في الحكايه. شي مني فيه انا الكليون، نعاود لك البريود الاولى سورتو حتى كنزم بلاش. الوقت اللي عديته هذاك باش تبدا تعاود حطيت بريمير انت في الاكسبيريونس تاعك. شفت كي عملت هذاك الكل وتصاورت عداو مليح ويا يو دي بتي سوسي هكا تكنيك وهاد كل شيء. في الكليون الثاني تولي تاخذك الكارني اللي خدمت به الكليون الاول، قول يا خويا شنو اللي مشى وشنو مشاش، كي ديبريف هذا مشى هذا زيد نعملها خاطر سي بون ماهيش، وهذا ياسر انا ضيعت فيها وقت وهي ما تصلح لشيء، هذه بار كونتر ما قريتش حسابي لازم نقرا حسابي اتسيترا اتسيترا. وبديت حطيت لو دوزيام با في الاكسبيريونس، تبدا تسقل شوي بشوي شوي بشوي تعرف تولي. انا توا صافي قلت لك من 2008 جو سوي بروفيسيونيل، وخدمت قرابه اكثر من 700 كومباني دو كومونيكاسيون في كارير. توا عندي بروسيس واضح، امبوسيبل نخدم كومباني سواء نعرف الكليون ساغيف باش الكليون ما يبعثليش حتى بريف، خاطر نعرفوا بعضنا بالكدا ونعرف الاجونس مليح ونعرف ستيل ونعرف كل شيء، مي كليون ما نعرفوش ما يبعثليش ان بريف ما يبعثليش انتونسيون هو حتى بالكلام، امبوسيبل نجم نخدم معاه. خاطر كان نمشي نقبل مارشي بار اكزومبل حتى لو كانوا بالبرشا فلوس نقبل مارشي وماشي كيكا هواوي نهارتها، تلمونت نجم تضيع وقت وتلمونت نجم تضيع تصاور الكل ويخسر كل يخسر عليك ما عجبتنيش. اي كل الفلوس اللي في بالك باش تربحهم خسرت تقدم اربع مرات باش تعاود ترجع وتعاود تبدل وتو باسبورد ودر شنو وهذا وتبعث وتجيب وما عجبتنيش خاطر ما تفهمتوش. خاطر لو بريف اي امبورطون، البروسيس الكل كي نحكي لك على كل ايتاب اي امبورطون. تولي تخلق بروسيس، تحب تخدم معايا حبيبي خويا تبعث لي ان بريف، تحب انا نعمل لك البريف تبعث لي اون نوت ماركتك شنو هي كيفاش وين تحب توصل وين تحب تكومونيكي، نخلق لك ان بريف، نخلق لك اون انتونسيون مود بورد، نبعث لك تفاليدي عندنا كل كونترات بيناتنا نعرف وين باش نخدموا على شنو باش نخدموا، اون بو نوظفوا لي مويان الحكايه. كان ما عندكش فلوس ولا يا با بوكو دو مويان مود بورد يتاقلم مع لي مويان تاعك. اما اذا كان قبلت انا مارشي الي اخذ كيستيون باش تخرج تصويره كيكا بار، نحاول ديما نلز انا التصويره تبدا مريقله وماكسيموم كو جو بويس فيغ، مش كيكا تي برتي تو. شفت انا قلت لك ما تاخذش وقت هي الحكايه سورتو في البريود الاول ماك باش تبدا ان سيرتان مومون من اللي تبدا بدا عملها الحكايه. وبالنسبه للي بدا وما كانش منظم يعني كيفاش يعاود من الاول، ولا البروجي الجاي نتاعو انه يحاول ينظمه كيفاش يعمل؟ لا ما يعاودش من الاول، ما يعاودش من الاول، يبني على الغلط اللي عملهم. شو ساعه ديما راهو سان رابور افيك سوا، يعني شفت انت البروفيسيونيل بيرسوناج، انت
البروفيسيونيل الفوتوغراف بروفيسيونيل ماكش انت هو صاحبه في الدنيا انت بيرسوناج دونك انت البيرسوناج هذاك تحكي معاه تفهم الساعة شنو ما الغلط البيرسوناج هذاك تولي توظف غلطك شنو ما شنو كيسكي نا با مارشي مال فيت نسيت باش نقول لك اليوم شنو باش تصور البريف ترا شنو ما مشيتش عملت روبيراج ساعات تفهموا على بريف وكل شيء ويقول لك نحب تصور هذا وهذا وهذا كيما نقولوها ساعات عنده بيجين تاع كليو يحب يشري فيراري يا خويا تفهمتوا على تصور وانت جوك تصور هذاك خلطت خويا نهار التورناج خاطر ما عملتش روبيراج تلقى الاسباس ياسر صغير ما عندكش ركو شنو نعمل وقت اخويا هذه غلطه ما عادش تعودها تولي كي عندك خدمه اون ستوديو ولازمك تو ديبلاس عند كليون تطلب منه خويا الله غالب باش تخسر نصايف ساعه ساعه ولا اللي هو قول خويا باش نجي نشوف والا كان فريمون بعيد وما تنجمش يعني ماركا سفيقس ولا الجنوب ولا قول خويا ابعث لي تصاور نتاع الروبيراج تاع البلاصه اللي باش تصور فيها وبعث لي كان لازم المتراج داكور قداش ديستانس قداش هكا دي بتي ديتاي مي هذاك لازمك تاخذ مع روحك تقول كيسكي نا با مارشي ونبني عليه مش مشكل ان نشد راسي ونقول الله يا لطيف نبني عليه سي غلطت هذيك تك تعلمت اوب 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 ينبعد بشوي بشوي لان الواحد ينجم يخدم البرة بدا يكلموه بيسير تعطي روحك الفرص تعطي روحك الفرص الكل مش ما تخلي حد شيء بالزهر اعطي اخويا روحك الفرص الكل توت لي كوموديتي مش ما تخلي حد شيء بالزهر ساعات سبحان الله ساعات ثم حاجه تفلت منك في جديد نعاودو نعوصو غاد خاب ساعات نجم تغاد اون كومباني راه ما نقولش ديما لي كومباني صعاب لازمك تعرف علاش تغادي سيت كومباني لكن ديما السؤال سيم يقعد كيفاش الفوتوغراف ينجم يجيب الكليون اللي باش يخدم لهم انا كيفاش عملت باش نقول لك حاجه سهله ياسر صور وحدي نصور وحدي برشا حاجات وحدي كيك يبدا مو عندي ماتريالي مو عندي وقت الوقت هذاك وظفه وقت فلوس هو الوقت كي توظفه كي تصور وحدك حاجات بيرسونيل كي تصور بار اكزامبل انت بار اكزامبل مغروم تصور عشان دي برودوي شامبوانيت و غازوز و درشو امشي نهار الكارفور ولا المجازان ولا حاجه برا اخويا خذ واحده شامبوان كانت تاع غازوز دبو زمي ويجي الاستوديو نتاعك جربهم بالكل ضويت الكل اغلط جرب من قدام من تالي اعمل شنو ادخل انترنت شوف وبوستي مره الاولى الثانيه الثالثه بوستي على روحك من بعد كون تو فيس كون ابل ان بورتفوليو صغير فيه 20 تصويره بار اكزومبل اون فانتين دو فوتو كل واحده ديسيبلين ولا اون سول ديسيبلين كل واحد كيفاش حاب شكون سبيسياليتي حاب شكون لي بورتري بامبورت وقت اخويا دق البيبان توتي في باش البيبان الكل موجودين اللي هما بار اكزومبل لينكدين فيسبوك حتى انستغرام تو تو كري كويرونس يعني تعمل حاجه متناسقه الفيد نتاعك تاع انستغرام يبدا متناسق اما حاجات معينين في نحكي لك اون طونك بروفيل فوتوغراف حاجات تشابه لبعضها تحب تخدم تو فو مانيبولي لي دي فوتو دو برودوي وريني اكثر برودوي كو بورتري ما تقوليش ما تعطينيش 80% بورتري تقول ياسم راني نعمل لي برودوي زاد اي با ما شفتش انا وهيت شاجيت تعب ولي كليون يحب تسهل لهم الامور دونك وريهم اكثر لو ماكسيموم دونك انت خويا العزيز كي تعمل بورتفوليو صغير في 20-25 تصويرة شوف شكون هم الكليون كي كومونيك ادخل جوجل ادخل الفيسبوك اللي هاد تاب لي مارك تاع بار اكزومبل شامبوانيت اللي عندنا في تونس شوف ادخل لي مارك شوف عملوا شوتينغ عملوا خدموا مع انفلونسور خدموا مع اكس خدموا مع اي وابعث ايميل عسلامة انا فلان الفلاني راني جو سويز ان جون فوتوغراف راهو جو فو نحب ن ن ن ن جو فو بريزونتي مو بريزونتي جو فو فو بريزونتي لي سيرفيس نتاعي هاو شنو لي ما سبيسياليتي ولا هاو شنو عملتها فو سافي مون بورتفوليو فو كو جو ديبوت ولا فو كو جو كومونس دون لو دومين راهو فو زوري دي بري بريفيليجي هاكا هاكا راهو تخسر حتى شيء
على 20 تجيب واحد. شفت الوقت اللي تعديه هذا في الريشيرش وتعمل شيء هذاك كأنك تخدم على روحك، كأنك ماشي لدارة تخدم 8 سوايع سيديو تخافاي هذاك تنفيستي في روحك يسيكم ساعة. مبعد خوي العزيز انتر طان كي يجيك مارشي ما تقولش هكا هاو سي بون جاني مارشي خطفت الحكاية، لا يجيك المارشي تكمل وتعلي فهم. وبالمارشي هذاك فيكو ماركة معروفة بار اكزامبل اللي هي تقول الماركة هذه أمن تبيع تحطها اون افون في البورتفوليو تاعك tu la mets en avant الماركة هذه أمنت بيك دونك الماركات اللي شبهوا لها الكونكورنس زاد هما يقول لك اه الكونكورنس عملت هاي علاش لا خلينا نشوفوا السيد هذا ايش عنده. تحب تحل ديسيبلين اخرى، تحب تولي لي بورتري، تحب تولي بوب، تحب تولي مهمة سبيسياليتي في الفوتوغرافي. مهم ان سيغتين ايشيل، مش المارشي التونسي لا مي مهم ان سيغتين ايشيل سورتو المود والباقي بار اكزومبل ولا البرودوي هو بيدو والباقي فهمت. ثم خاطر سي سون دي نوسيون تكنيك هذوما، مي احنا في تونس اون با سيت سبيسياليزاسيون ابار كان تخدم في فيستا برينت ولا تخدم في ماكينه يعني انتربريز كبيره اللي تعمل سبيسياليزي دون سو تيب دو فوتو. البرا لا، البرا ثم دي فوتوغراف سبيسياليزي البرودوي عمره ما صور شخص ديما يصور لي برودوي برك ثم بوكو دو غران فوتوغراف لاتسو. مي في تونس لا مازلنا اوني با ا سو ستاد. دونك كي تتقن انت حاجه باهيه ميسالش وريها او ماكسيموم تو تي تروفرا امبوسيبل تي تروفرا با دو كليون بيان ايفيدامون. كي نحكيو على نيفو معين كان طبقنا اللي استمعناه في بيان سور وزاد كومباري روحك مع اللي فما في انترنت بار اكزومبل. تحط انت جي نيمبورت كوا دابو زامي صور دابو زامي شوف في العالم كيفاش يصوروا دباب زلمي وشوف روحك اسكو قربت لهم ولا ما قربت لهمش في ستيل نتاع التصاور تاعك، اسكو فهمت ضوهم ولا ما فهمتوش، اسكو الحاجه اللي صورتها تتباع كيما عجبتك انت عجبتك تصويرتك ولا لا. خاطر كي تدخل على الانترنت تشوف التصويره تعجبك تقول هذه تفتق، اسكو انت توا تصويرتك سي عملتها وعملت البوست برود وعملت الدنيا كله اسكو تنجم تقول لحرت حاجه اسكو كي تحطها معاهم اسكو الي بلوز او موان او ميم نيفو با هذيك البنش مارك نتاعك يعني باش تعرف. واذا كان ما خلطتش تكمل تزيد تجرب تجرب شو دو طون شوت ما عندكش ليونيت معناها عندك وقت مادام عندك وقت ما ضيعوش وظفه في روحك انفيستي اون تو. وهذا ينطبق لتصور انه كانك فوتوغراف في تونس وتحب تخدم البر اي تحب تكون انترناشونال فوتوغرافر لازمك ثم لي كانو لي كانو دو 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 داكس داكسي للحكايه هذوما تختار البلاد ولا البلدان اللي انت فيها. خاطر الثقافه الاوروبيه مش ثقافه الخليج مش الثقافه الافريقيه مش الثقافه الامريكانيه مش شو اسمها الازياتيك. كي تحب تدخل في الثقافه اللي هي اللي تحب عليها لازمك تفهم المارشي هو شنو وتفهم هما دونكيل ايكوسيستيم يسون اي دونكيل اكزيجونس يسون. احنا في تونس بار اكزومبل اكزيجونس تاعنا اقل شويه من اوروبا اللي هي اعلى شويه من افريك سبساري اللي هي بلوز او موان كيما الخليج بلوز او موان المارشي التونسي نحكيو انا تو في البوب ولا في المود ولا في الواحد في بلوز او موان. هما في الخليج بار اكزومبل يجيبوا دي فوتوغراف من برا تري كوتي ماتيريال غالي ياسر ايتترا. مي في الاوروب كازيمون فيك يا دي زيكول مهمين تاع مصورين ودي لو ماتيريال موجود ديسپونيبل عملتهم عاليه ايتترا مش كيف نحنا ليكزيجونس حتى ماتيريال اي او نيفو دو روندو تفرقهم ماشي كونكورونس. بار كونتر انت كنت تخلط توري تصاور يشبهوا نتاع الاوروب ولا نتاع الخليج ولا اللي هو تنجم تدخل فيه المارشي. مي هذا لازم دو طون ديسيبلين طون خواي ديسيبلين. شنو المشكل اللي تراه موجود في تونس في دومين الفوتوغرافي سامي؟ احنا في تونس عندنا اون ان بروبليم خاطر صغير بحكم الفقر تاع البلاد نتاعنا نحكي لك في التكنولوجيا وفي الماتيريال غالي وما نجموش هكا اون بو با ايتر لوكوموتيف بلادك اللي هي اللي جيو جديد ايتترا سابخ اكزاكتومون. دونك احنا نتبعوا تتبيع الشيء اللي يخرج هكا ناخذ كيف ونحاول نقرب ونتبعوا سوف كان سيرتان مومون الحاجات التكنولوجيه هذم ماذا بينا احنا بيدنا نحلو عليهم الكتاب كي تا لي ديفلوبي شويه اي لا اون بارل دو دو منعرفش انا دو دو دو
حتى تليفونات. احنا قويين في الانجينيوري، اش خاص كان جينا نصنع ضوء تبعنا ان دي فلاش ولا دي لوميير كونتينيو 100% تونيزيان، اللي تولي ماركه لوكال اللي تنجم تكبر بالكدا، اللي افيك دي انجينيور حتى شنو يرخص بيان سور، خاطر ديجا الترناتيف بالدينار تاعتي هذه ما تكونش مورده. والحاجه الثانيه حتى توسكي سيرفيس ابري فون تصليح اتسيترا تلقى روحك موجود كل شيء هنا. والقرب من لي مارشي اترانجي مالوزمون نيسيسيت ساعات شويه فلوس، يعني نيسيسيت ساعات يزيكزيج ماتيريال معين، ساعات خاطر بحكم الكانال دو ديفوزيون تاعهم، بحكم الامبريسيون تاعهم، بحكم مانيش كيف كيف، فهمت؟ احنا لي زامبريمور نتاعنا اي سون تري اوتمون كاليفيي، سوف كو ما عندناش دي بانو اوسي غران كو الخليج ولا اوسي واحد، فهمت؟ يعني برشا حاجات يغونترون جو، فهمت؟ ثم شكون في ليديسيون باغ اكزومبل في لي ماجازين الكبار لي فوغ وهذوك لي غران ماجازين يزيكزيج ان مينيموم ان ماتيريال مينيموم في الريزوليوشن في الوعد، خاطر باش يخدموا لي بيوتي شوت اتسيتيرا، في الامبريسيون لازم تكون حاجه معينه في الكاليتي معينه اتسيتيرا. في باغ اكزومبل غدوة باش تخدم ماركه كبيره نتاع واحد جويري يعني سيغا ولا منيجل ولا حاجات لوكسيوز كبار برشا غاليين برشا، ثم ماتيريال معين على خاطر ثم بوكو دو بوست برودكسيون، والبوست برود هذيك نيسيسيت اون مانيبيولاسيون كبيره دو بوكو دو بيكسل، يعني يعني دي كاميرا دو 200 مليون 400 مليون بيكسل باش تنجم تخدم دو ماكرو، تنجم تخدم دي تصاور تلصقهم بعض مع بعضهم اتسيتيرا. حاسيلو هذوما لي مارشي الكبار، سوف كو احنا في تونس مارشينا مش كبير ياسر، وتبارك الله اون دي تكنيسيان اللي توا حتى توا يبوف كونكورونسي، يعني نشوفوا برك بوكو تكنيسيان كي يخرجوا لبرا تعطيهم طرف ماتيريال يعملوا العجله. لازمنا في لي جون زاد نزرعوا فيهم النقطه هذه، يعني ثقف، حل ثقف ايور، يعني افهم حتى لو كان الماركه هذيك ما عندكش تعلم عليها، افهم لي ديفيرون فورمات الماتيريال تاعك لاباري فوتو تاعك، ديكورتيكلو عارف شنو هو الفلس هذوك وكيفاش وشنو هو الكابتور والاكران والوبجيكتيف ومنين مصنوع وشكون صانعه ايتترا ايتترا، باش تبدا من الثقف، باش تبدا نهار اللي تيح بين يديك ماتيريال كي تبدا فاهم وميتريزي، خاطر خليت عليه الكتاب وقريت عليه، هي ثقافه عامه على باس مي تصلح لك نهار اخر. اي بلو توي ديسيبليني، كيما واحد قال لي انا مره عملت ستاج كيف عندي ستاج تاعي الاولاني في بلجيكا، ماكينه اباري فوتو ارجنتيك لقيت مفركه بالفيس، قال لي عاود ركب، انا عمري في حياتي ماكينه صورت اباري ما نعرفش عليك في شيء، عمري شفته بكوراتور. قال لي وقت عمل لي ريبليك سهله، قال لي شوف، قال لي ان دانسور رقص موش طبيب، سوف كو يعرف بدنه كي طبيب، يكوني لو كور هيومان كوم لو ميدسان، علاش؟ خاطر سون اوتي دو ترافاي سي بدنه الرقص، كي ما يعرفش بدنه كيفاش يخدم، ما يعرفش الاعضاء نتاعو كيفاش، ما يعرفش المرض ولي تروماتيزم وكين يعمل هكا وكين يتعوج هكا وكين يعمل هكا، كي الأورتوبيديست وكي الطبيب نتاع العظام وكي الطبيب نتاع راه راهو سي سون اوتي دو ترافاي يسير ا ريان، ينجم يكون تري دوي اون دانس من هارت اللي ما يعرفش يقف ولا يتيح اون شوت معينه ولا ما يعرفش يداوي روحه وحده يريكوبير وحده يعرف كيفاش يرتاح ماكلته اتسيترا كوم ان فري ميدسان، يعني طبيب ما هو لو كور هيومان يعرف الطبيب مليح، لو دانسور سي لا ميم شوز، عطيتك اون ديسيبلين، انت مصور ما تعرفش الماكينه شويه طون اوتي دو ترافاي من داخل ما تعرفش فيه، احنا خلطنا الفاز هذا برشا باش نقول لك الواش حاب نعرف شويه انا نصور به. ثم بيلوت نتاع فورمولا ولا رالي ما يعرفش كرهبته، ما يعرفش الكوابل تاع كرهبته كيفاش، ما يعرفش الالترناتور وين والكربوراتور وين، فماش يعني ما لسه تيوريك مهمه في حتى لا براتيك لا ميكانيك اصلا هذا يتسمى مهم، سي طون اوتي دو ترافاي هذيك خدمتك الحاجه اللي تستعمل بها، دونك ما تنجمش توا تقول جوست توا صلح ماكينتك وحدك، مثالش حل عليها الكتاب عاود تفرما، عدي روحك قداش تعدي كارير 20 سنه في ال 20 سنه هذوك، مخلي روحك 6 اشهر اقسمهم على كيما تحب حتى ساعه في النهار باش تفهم لو ميكانيزم، كل يوم ركز مع حاجه لو كيوراتور شنو لوبجيكتيف شنو لي باك شنو ما الكابتور باش يتكون حاسيلو
افهم ايش فرق بين لي زاباري فوتو سي كوا ان هيبريد سي كوا ان ريفلكس سي كوا ان كومباكت ايتترا 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 بشوي بشوي عبين تعرف المشكلة مش العباد يعني اللي بخفي سو ديزون معناتها اللي بيحبوا يدخلوا في الدومين معناها اي ما يعرفوش نقول لك حاجه اول حاجه باغ ان سوسي دو كيوريوزيتي انت تاو نورمالمون وحدك وحدك تدخل تشوف سمع بيس كو سي كان اباري فوتو ريفلكس قولك انا اباري فوتو ريفلكس كيما هذاك هذاك ريفلكس بالميروار خاطر فيه ميروار هذاك علاش اسمه ريفلكس برشا ما يعرفوش يعني ايش معناه ريفلكس هبريد علاش هبريد عليه موش هبريد خاطر الاوبجيكتيف يتبدل بريدج قبل كي الهبريد من داخل اما الاوبجيكتيف ما يتبدلش الكومباكت الاوبجيكتيف حاسيلو دي كيستيون بديهيين تو انت اوكي ما حسيتش باش تعرفهم من هارتي باش تشري اباري فوتو الاندستري شنو اللي زرعت فينا تشوف الريزوليوشن اللي صعيب ياسر شكون يفسرها لي الريزوليوشن سي كوا لا ريزوليوشن اش معناتها ريزوليوشن 22 مليون بيكسل 45 مليون بيكسل اكزامبل معناتها ساعات تلقى مشكل في حتى السوفت وير زاد عنده اهميه كبيره هذاك تونجيو السوفت وير اما نحكيك تو ميكانيكمون كي انت تاخذ بار اكزومبل يقول لك اباري فوتو كومباكت صغيره فيها 20 مليون بيكسل و و و و وش اسمها و ريفلكس كبير فيه 16 مليون بيكسل انت عارف منين خرج كومباكت هاكو في 20 مليون هذاك شنو شد انا في مخي كل ما اكبر كل ما اش معناتها 20 مليون عندك فكره بوركوا اون دي 20 مليون بيكسل ملي نعرف ان الكرون مش الكرون ثم اون نورم انترناسيونال اسمها 20 مليون بيكسل بار بوس انش بالانجليزي سان راسيو البوس هو 2.5 سنتيمتر كاري 20 مليون بيكسل اون كونسنتراسيون دو 20 مليون بيكسل تول لي 2.5 سنتيمتر كاري في لاباري كومباكت ما عندكش ان بوس عندك ربع بوس هي سي لا ميم كونسنتراسيون سوف كو في اسباس اكبر في البريدج عندك 2 بوس في الريفلكس عندك 2 بوس يعني ليماج اي 4 فوا بلو غراند كو لوخر وانت جوست البالك كي الكونسنتراسيون كي الملوحيه شفت الملوحيه في الماء لو تو نتاع الملح في ماء واحد يقول لك ثم تو نتاع ملح ما نعرفش انا اكس اكس بورسون في في ايتر ماء والاخر يقول لك فرد اكس بورسون في بانو نتاع ماء ماهيش فرد ملوحيه لو كاين لا ميم كونسنتراسيون ماهيش فرد ملوحيه تفهم فيا حاسيلو هذوما انا جوست بارانتيز سو سون دي نوسيون اللي هاك اوكي حتى لو شوا نتاع باش ناخذوا اباري فوتو واش كيفاش وعلي اون لو ميتريز با انكور نقول لك حاجه حتى لي فوندور في تونس برشا منهم لو ميتريز با مي يعني وهذا كله راه مانيش قاعد نقول اللي لازمك تكون مي اي حبيبي لازمك تكون فاهم ماكينتك يمكن نحكيو على نيفو نتاع بروفيسيوناليز بيان سور لازمك ماكينتك انت انت سيد عديد حليت شركه صغيره باتيندا صغيره باش تولي فوتوغراف كيفاه ما تعرفش ماكينتك تعرفها بالسانتي بالملي تفهم كل شيء جربت كل شيء عملت بها قديش سمحني انا عملوها عندي في قديش تشدك وقت باش تجرب كل شيء في الماكينه نتاعك كل شيء كل شيء جرب كل شيء نهار ماكسيمو تخيل انت بالنهار هذيك تعمل حس تعرف انت وماكينتك توليو تعرفوا مع بعضكم بالكدا وتوليو صحاب على الاخر تقروا لبعضكم مي اوني باس با خاطر ما هي ثقافتنا لا كيوريوزيتي ما هيش ثقافتنا سكون بو روتونير سي خويا تغرم اغرق حتى مع تقول انت ما كنت حتى لو كنت تصير مشكله طارت فيزا وما تعرفها كيفاش ادخلوا على انترنت جوجل ترى شو حل مانيبيولي بعول شويه تك 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 تخرج منها ذوق فلاشاتك سلام مشوز ادخل حل عليه الكتاب ميم سي انت ماكش مغروم بالمات وماكش مغروم بالتكنيك وبالفيزيك ميساش هذاك وهذاك معون صنعتك اوبليجي هو انا نورمالمون في الحلقات نحكي اكثر قرايه وكل الحق الحلقه محمد انا عجبتني على الاخر سورتو انه معناتها لازم كي باش نحكيو حسب فهمت باش نحكيو على الفوتوغرافي لازم يكونوا موجودين لي باز هذوما سي من بعد تنحكيو في القيم بيسير خاطر راهو شوف اي حاجه يعني اي حاجه فيها علاقه بالتكنيك
اي حاجه عليها بالتكنيك حتى حداد ميكانيسيان كو دير حاجه فيها التكنيك وشويه فن اللي فيها طرف من روحك يعني دو لا تراديكسيون انت ايش تعمل الفوتوشي سي تخادوير سكو تو دون لا تيت ولا كلام اون ايماج في حاجات اخرى ودولا دو لا تكنيك ميكانيسيان الكهرباء تخدم ما تخدمش اما حاجه عطب اللي هو يريقلو الحداد الحم عمل صنع لك حاجه صنعها من الحداد عنده بعد استيتيك خاطر حاجه مزيانه مش مزيانه اكسترا ميكانيسيان اقل مي تو سا بور تو دير بور نو با اكسكلور لي ميتيي الكل ما تغشوش علينا يا جماعه الميكانيك حتى هما فنانه برجوليه ساعات مي ساعات منحس يعرفها شبيها بيان سور لا فنانه مي سي بلوس ميكانيك كوم لو نون لو دي اي تكنيك انت خويا tu manipules في حاجة اللي هي تكنيكو ارتستيك اخويا ثم ابعاد لازمك تركز معاهم شوية و سي دو طون نعاود لك سي دو طون دو سوا ما تخسر شيء مادام شفت ما تخسر شيء مادام انت حليت استوديو صغير وعندك وقت مادام عندك شيونيت عندك وقت هذا يحط قاعدة مادام عندك وقت انفيستي في روحك وادخل حل الكتب على الدنيا كل وما تقلقش ما تقلقش ما لازمكش تقلق ما تقولش فديتو ما تقلقش خاطر صدقني كان هزوك انت عمرك 25 سنة مع اوروبيان ولا امريكان ولا ازياتيك عمره 25 سنة زادة وقاري فوتوغرافي شوف النيفو ومش كان بالنيفو تكنيك تجم انت تعمل تصور خير منه خاطر عندك موهبة هكا خير وكل شيء صفك هو عنده البيخي كل خاطر معلمينه هو الثقافة ثقافة البيوع كيفاش يبيع روحه كيفاش يبيع تصاوره كيفاش يبيع جيستيون تاع شركته اتسيترا اتسيترا خاطر هو في بلاد متقدمة احنا بلادنا الفيت سون ميو في برشا حاجات ما زادة عليك انت مع روحك ديتر اكزيجون اي دو تو ميتر او نيفو تاع الشباب الكل ونو تو كومبار با للوكال ديما كومبار توا للابسولو سي ان ديسيبلين بلانيتير هذا مش ثم ما ثمش فوتوغرافي تونسية وفوتوغرافي البر ثم فوتوغرافي جلوبال غدوة تدخل في كونكور ادخل كونكور انترناسيونال وشوف النيفو نتاعك وين ادخل دون دي كونكور بتربح بهم دي بري جرب سي كوم سا هذاك كيفاش ما تقولش انا هاني باهي انا جو بريفير اتر لو مويان في الوسط تاع العالم كو اتر لو ميور في نيش صغير خاطر موش هذاك اللي باش يخليني نقدم برشا اللي غوميز اون كيسيون انا نهار كله نعم في الريميز اون كيسيون فلت هذيك العبد هذيك الرجل هذيك مازال تعلم في الفوتوغرافي شنو نتعلم نتعلم على الاخر كل يوم باش نتعلم بالحق كل يوم ما مانيش نفادلك راه يعني كي نقول لك كل يوم نعدي جو باس اوموا ثم ساعتين من زمان نعديهم نشوف شنو فما جديد وكيفاش لي نوفيل تكنيك نشوف لي امبريسيون نشوف لي اكسبوزيسيون جدد نشوف الانستغرام يبدا لوج تو كي تشوف حتى كي تنزل على الريشيرش تشوف لي ريشيرش نتاعي سي كو دي ستوديو اي دو كو لا فوتو واحد دي نوفيل تكنولوجي ايتترا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم نتعلم من غلطي زادا غنفلت ساعات دي شوتينغ نفلت ساعات نعمل حتيتا كيما عجبني شيسر ساعات انديبوندامون دو كليون كليون نجم يكون شيخ بين كبيراك بين روحي مادام نفلتهم سما غيبش نروح في الليل خاطر الفازة ما تعدتليش كيفاش ما لقيتش حل نهار تلقاه وما نروح كما نلقاه الحل هذاك خاطر ثم ريفليم ما عجبنيش ولا ثم ضو درشو مع روحه وسيم كاريرك اسمك في الاخر واضح سامي يعطيك صحة مرحبا حلقة ممتعة جدا الخامم كان نجمو نعملو بارتي دو تكون فيها أكثر على القراية يجي بحذي الاستوديو وقتها تون بخفي تنصوروها غادي بطرف نمانيبولي وزيدة شوية واضح يعطيك صحة يا سامي مرحبا بك كما قلنا شباب احنا كنكون وصلنا لآخر حلقة متاعنا كان معكم قصي عيد في باركور احنا كالعادة نتقابلو سبت الجاي 6 متاع العشية مع ضيف آخر وخدمة أخرى وسيرتو باركور آخرة باي باي.